بسم الله الرحمن الرحيم. فنسمي بسم الله كده ونتوكل على الله. بسم الله توكلنا على الله وندعي ربنا كلنا ان احنا ايه يعني نعرف نحدد المشكله ونعرف نشوف اسبابها وان شاء الله نحط طريقه علاجها بجد. وانا شايف ان الحضور متنوع الحمد لله، يعني ما بين ناس تانية وتالتة، وده مهم قوي التنوع ده عشان نسمع مشاكل بعض، دي اهم حاجه. بس انا مش هبدا مني، يعني البدايه لن تكون مني انا، مش لا انا عارف انا اقول ايه وعارف كويس قوي ايه المشكله، بس انا جايز انا اديتكم الورقه الفاضيه ديت، كل واحد يعني لو عايز اديله 5 دقايق بالظبط يقول لي يكتب اي حاجه تيجي على دماغه دلوقتي اي حاجه، ومش عايز تكتب اسمك ما عنديش مشكله خالص، انا ما عنديش اي مشكله خلاص، اكتب اللي يجي على دماغك في خلال 5 دقايق من دلوقتي، وانا هاخد الورق ده وهتشوفوا ان نفس اللي في جيبي، يعني انا في جيبي واحد فين اللي في جيبي اهي نفس الكلام، وهطابق معاكم بس عشان نطلع ونتفق الاول ان في هدف معين عايزين نحققه من خلال الندوه، احنا مش هنتكلم وخلاص، فانا عايز اسمعكم الاول. فعشان الوقت والنظام فاضل 5 دقايق، اكتب اللي يجي على دماغك ولا تتحرك من شيء، اي حاجه تيجي على دماغك، المشكله اللي انت عارفك اكتر، ممكن على فكره مش شرط تكتب كلام يعني كلمات بس كده، يعني ممكن كلمه قلقان شرطه، قرفان شرطه حد كده يعني. انا مش عايز كلام منمق، انا عايز اللي يجي على دماغك قوله بس. اتفضل 5 دقايق بالظبط. توكلنا على الله. اسمع بقى واسمعكم بعض الحاجات كده اللي هي الايه، لا مفيش اسماء طبعا، لا 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 خصوصيتك، لا لا لا. اول ورقه ظريفه جاتني جدا بيقول لي ايه، المواد صعبه، المواد الصعبه ما بذاكرهاش، انما المواد السهله واللي انا بحبها بتتذاكر كويس، طب اعمل ايه؟ اسمع بقى اللي جاي دي، بعد الغداء هذاكر، طب بس هروح الدرس ده وبعدين اذاكر، طب الفيلم ده هو بس وهذاكر وبعدين انام وهذاكر بكره، ده حقيقي. انا النهارده هظبط الفيزياء هتبقى زي الفل، ماما انت مش نافع، طب والله ما انا مذاكر صح. واحد صاحبه بيتصل بيه بيقول له ايه، بقول لك ايه بقى انا عندي مشكله صعبه، انا بقول له قول، قال له انا طبعا هتشغل بمشكلته لاني للاسف الشديد بحب قوي اساعد الناس. انا بقى شايف حاجه مجنناني، اسمعوا كل ده زميلكم اللي بيتكلم مش انا، بقول انا شايف حاجه مجنناني قوي، ان القران والصلاه مش الحاجات دي اولى من المذاكره؟ طيب. انا بعمل حاجات كتيره جدا والحمد لله زي الفل، وانا شايف ان مفيش تعارض ما بينها وما بين المذاكره، انا ممكن اعمل ده ممكن اعمل ده، بس اهلي اعمل فيهم ايه؟ الامضاء انا، هو ماضي بيقول انا. الورقه الثانيه بيقول انا طبعا زهقت، ومفيش حد ما زهقش من الثانويه العامه، انا ذاكر بسرعه، انا بذاكر بسرعه عشان انا مش بطيء اقعد على الكتاب اصلا، بس نفسي في الوقت نفس الوقت برضو ببقى زعلان ان هضيع سنتين من عمري في حاجه انا مش حاسس انها تنفعني قوي، يعني هو اصلا ثانويه عامه هو حاسس ان ضيع فيها عمره ومش حاسس انها تنفعه قوي، وانا عندي مذاكره النصوص قرفاني، وبرضو مستغرب جدا جدا ازاي السنه دي كلها هتضيع في القراءه والنحو والادب، وطبعا انا زهقان. واحد تاني بقى اللي عرفه بقى مين بقى اللي عرفه، اول كلمة عرفها الشيطان، شيطان عرفه، والكسل عرفه، والرخامة على نفسه عرفه، وعدم وعي اولياء الامور عرفه، والاصدقاء عرفينه، وعلاقته بربنا زي الزفت، ودرجاته زي الطين، وانا عرفان، والتكرار والملل. لسه. واحد انا زميلكم اهوت كل الموضوع قال نفسي الم المنهج، نفسي الم المنهج ونفسي اجيب 97% واخش هندسه ماشي. واحد تاني جايب لي الورقه مكتوب فيها 98% بس، يعني هي دي مشكلته الاساسيه انه كاتب في الورقه 98% بس خلاص. واحد بيقول لي ما بكملش 5 دقايق كتاب وزهقان من مذاكره وعايز الم المنهج، بص تاني مره عايز الم المنهج وقلقان قوي من الامتحانات، مشكلتي في الروتين اليومي، انا زهقان وانا مواثق ان مش هجيب مجموع اصلا، ده جاب من الاخر، ده جاب من الاخر طبعا، معرفش كل المشاكل يعني، مشكلتي في تضييع الوقت وقرفان من المذاكره، ماليش رغبه في المذاكره والملل وزهقان وبكسل اذاكر وبضيع وقت، بفكر كتير وانا بذاكر ما بركزش،
الملل، الدروس كتيرة والمدرسين قرفنا وأولياء الأمور ضغطنا. أنا بذاكر ساعات قليلة، أنا بخلص اللي ورايا الحمد لله، لكن في ساعات قليلة وبحس إن أنا بضيع وقت كتير قوي. نفسي ألم المنهج، التوتر، القلق، تنظيم الوقت، هو فعلا نفس اللي أنا كنت بقول لكم عليه. أو بصوا أنا كنت جايب بتاع الصغيرة زي ما طلع مني دي، راح فين؟ بص كان نفس الحكاية برضه، اسمعوا والله كان نفس الحكاية، وتحديد المشاكل. الكلام ده كان من قيمة 3 سنين. أنا مش هجيب مجموع السنة دي، أدي أول مشكلة. الامتحان هيجي صعب السنة دي. في البيت ما بيقولوا لي ما انتش نافع. أنا زهقان. أنا بذاكر كتير قوي وما بجيبش درجات في الامتحانات. أنا خايف. أنا بنام كتير قوي يا أستاذ. الوقت ما بيكفيش خالص. والمدرسين ضغطنا ومش فاهمين. وأنا ما عدتش واثق في نفسي أصلا خلاص. سنة تالتة بقى مصيبتهم تاني. سنة تالتة يقول لك إيه؟ أنا ذكرت السنة اللي فاتت وطلعت عيني وما جبتش مجموعة. طب هذكر السنة دي ليه؟ صح مش كده ولا إيه؟ وأنا زهقان وطهقان ومتضايق. اللي قصدته لو إحنا كمان قعدنا شوية ندرس الورق ده مع بعض ونحلله، هنلاقي إن المشاكل متشابهة إلى حد كبير جدا، بتبدأ في عدم الرغبة في المذاكرة. يعني أنا ماليش مزاج أصلا أذاكر، أو نفسي أذاكر عندي رغبة ومش عارف انفذ الرغبه. يعني في حاجتين، ان انا ما عنديش رغبه اذاكر، او ان انا عندي رغبه ومش عارف انفذها. صح، دول مشكلتين. وحتى لما بنفذها، يعني بص المشكله بقى بتتصاعد بقى، ما عنديش رغبه. طب خلاص عملنا لك جزار وبقى عندك رغبه وزي الفل، وصرفنا العفريت وبقيت زي الفل وعندك رغبه. طب تيجي انت بقى عايز تنفذ، مش عارف تنفذ المذاكره دي. انت جواك نفسك تذاكر، بس في فرق على فكره. انت نفسك تذاكر بس مش عارف تحط قدامك الكتاب وتقعد عليه، ولو قعدت عليه 5 دقائق وربع ساعه 10 دقائق بتبقى عايز تقوم وزهقت. دي نقطه. النقطه الثانيه بقى، الناس اللي بتذاكر وبيطلع عينها، بنشأ لهم مشكله ثانيه. ايه المشكله ديت؟ ان بيروح الامتحان ما يجيبش درجه، يوم يحبط. طب يعني ايه يا استاذ؟ احنا نفضل في من مشكله، نطلع من مشكله نخش في مشكله، ونطلع من مشكله نخش في مشكله. وهتفضل طول عمرك وطول حياتك كده، تطلع من مشكله تخش مشكله. احنا هنقضيها مشاكل يعني يا استاذ؟ ايوه هتقضيها مشاكل طول عمرك، لان انت لا تعيش لايه. ما هو لو احنا رجعنا للاصل في البدايه وسيبنا من ثانويه عامه ونعيشنا الحياه بصوره عامه، الحياه نفسي اوسع مدارككم ونخرج بره ثانويه عامه شويه، عشان الجو العفن ده اللي احنا عايشين فيه عامل زي ما تكون اوضه قافله على نفسك اسمها ثانويه عامه، ما بتبصش بره. انت عايش كل حياتك ثانويه عامه، انت مشكلتك الاساسيه بتقوم من النوم وتنام، المشكله الاساسيه انك في ثانويه عامه، فما عدتش بتفكر غير انك في ثانويه عامه، فبقى عندك عفريت اسمه ثانويه عامه. فلذلك لو انت فلسفت حياتك وطلعت بره ثانويه عامه وقدرت تبص للحياه بصفه عامه الاول، نظره للحياه بصفه عامه الاول، انت طول عمرك هتبقى في التحديات دي. صدقني حتى لو خلصت ثانويه عامه وجبتش مجموع ودخلت الكليه هتبقى في تحدي الكليه. حتى لو خلصت تحدي الكليه، تحدي انك انت تشتغل وتفتح بيت، ولما تشتغل وتفتح بيت هيبقى قدامك تحديات ازاي انك تستمر. اديك شايف، انت شايف باباك يعني مرتاح خلاص مشاكله بقى زي الفل وقاعد في الجنه؟ يعني هات لي واحد مرتاح الاول. يعني لنقبل من بدايه المبدا، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ خلقنا الانسان في ايه؟ في كبد. يعني ايه كبد؟ يعني معاناه، يعني تحديات. يعني إذن المبدأ اللي موجود قدامنا دلوقتي الثانوية عامة، الثانوية عامة ما هي إلا رمز لبعض التحديات اللي هتقابلك في طول عمرك. طول عمرك هتعيش هذا التحدي. النهاردة أنت عايش تحدي الثانوية عامة، بكرة هتعيش تحدي الكلية، بعده هتعيش تحدي إنك يبقى لك شريك حياة أو يبقى لك شريك حياة، بعد كده لما تتجوز وهتلاقي نفسك المسؤوليات زادت، هتبقى أنت مسؤول عن إدارة بيت بالكامل. أنت دلوقتي مش عارف تدير نفسك، انت بعد كده بقى مسؤول عن نفسك وعن اداره البيت بالكامل. استاذ لازم ابص لحياتي كلها، انا مش هبص النهارده ثانويه عامه واسكت. ولذلك من الخطوره انك تفشل في اول تحدي حقيقي بتقابله في حياتك، خطير جدا. مش عشان ثانويه عامه، لا سيبك من ثانويه عامه، انك انت ما يبقاش عندك القدره على تقبل التحدي ده وتستسلم. وايه يعني مش مشكله؟ هبقى اعوضها، ابويا هيدخلني كليه بفلوس، البنت تقول ايه يعني ما انا اخري هتجوز وقعد في البيت. لو انت ماشي بالمبدا ده يبقى انت هتمشي بالمبدا ده في الباقي في اللي جاي برضه، ده في غير ثانويه عامه. كل ما يقابلك تحدي هتبص هتدور اما حد يحله لك واما تستسلم ليه وتعيش الحياه بسهولتها.
فدي يا جماعه نقطه خطيره جدا لازم من البدايه نحسمها. وبعدين انتوا سنكم ده سن تحدي، يعني انتوا بتحبوا مثلا بتلاقي لعبه صعبه ولا بتاع تحب انك انت يعني تحقق فيها سكور عالي، مش كده ولا لا؟ تفضل تتعلمها وبتاع، بس عشان جاي على وقت بس وجاي على مزاجك، فتحب انك انت تتحدى المساله دي. فشباب حكايه ان انا الان ديت، انا هلخص لك بقى الموضوع كله بقى ازاي بقى نحل المشكله دي كلها. اي انسان في الدنيا عشان ينتج لازم يبقى فيه ثلاث كلمات في حياته، ودي اللي هنعمل عليها دوره كامله، ان انا انمي جواك ثلاث كلمات بس، عشان ما اقولش كلام كتير ما تطلعش في الندوه مش عارف حاجه. ثلاث كلمات بس اللي انا عايزها: سلام، نظام، التزام. نوجد السلام الاول، السلام ما بينك وما بين نفسك، السلام ما بينك وما بين ربنا سبحانه وتعالى، السلام ما بينك وما بين الاخرين. لو اوجدت العلاقه المسالمه دي ما بينك وما بين ربنا، وما بينك وما بين نفسك، وما بينك وما بين الناس، عندك سلام، ما عندكش مشاكل ما بينك وما بين ربنا، دي مهمه جدا. ما عندكش مشاكل ما بينك وما بين المحيطين اجتماعيا، شاطر بتقدر اجتماعيا ناجح. لو انت عندك السلام الداخلي ده، وده طبعا بقول هتكلم فيه كتير، حكايه ازاي تحقق السلام ما بينك وما بين ربنا، ما بينك وما بين نفسك، ما بينك وما بين الاهل، يبقى عندك رضا عن النفس. رضا، الرضا ده لو اتحقق صدقني بيوجد فورا بعدها النظام. يعني من السلام انك تبقى شايف نفسك كويس، من السلام مش كويس على يعني شاطر وبتجيب معدلات درجات عاليه، لا على الاقل اخلاقيا كويس، على الاقل عندك ضمير. فالسلام الاول ده يتحقق، بدون هذا السلام ما يتحقق اقسم لك بالله لا يمكن ان يوجد اي نظام. يعني ايه نظام؟ يعني انا ليا نظام في حياتي ماشي عليه، مش هتنجح الا بالنظام. طول ما انت عايش حياتك فوضى او نظام فرض عليك من الخارج، اللي هو النظام اللي انتوا عايشينه ايه، انا بتكلم ده قلت نقطه النظام اللي انتوا عايشينه ايه، انك منظم وقتك ومنظم حياتك حسب الدروس، بتعمل ايه، عايز الدروس، الاستاذ عايز ايه، فبتروح. اه ده نظام، ده نظام انك عندك درس الساعه كذا وتطلع منه الساعه كذا وبتروح الساعه كذا وبتنام الساعه، ده نظام. لكن فين النظام اللي انت عملته للجزء الخاص بك انت؟ انت ما عملتش نظام اصلا، ما معكش جدول ماشي عليه، جدول مذاكره، ودي خطيره جدا. اللي ماشي عشوائي دي مصيبه، ليه؟ هيجي يكتشف في شهر 5 و4 بمشاكل قد كده هو ما حلهاش. فاذا النظام، طب ما احنا بنوجد النظام يا استاذ وبنمشي عليه يوم او يومين او ثلاثه او اسبوع، بعد كده الموضوع بينهار عشان ما فيش التزام، صح ولا لا؟ يبقى هي الحقيقه تاني، ارجع للثلاث كلمات اللي احنا هنعمل جوه ثلاث ندوات عشان تبقى فاهم الموضوع ماشي ازاي. يعني الموضوع ماشي بطريقه علميه. الاول سلام، ازاي نحقق ما بيننا السلام وفعلا نوصل لمرحله السلام ونوصل لشيء من الرضا عن النفس وتحسين الصوره قدام الذات. هو مش كل واحد فينا يا جماعه جواه صوت داخلي كده؟ يا ترى الصوت ده بيقول لك ايه؟ انت من جواك بتقول عن نفسك ايه؟ انت حاسس انك انت غبي؟ حاسس انك انت غبي ما بتفهمش؟ حاسس انك انت وحش؟ بتعمل حاجات وحشه فعشان كده حاسس من جواك انك وحش؟ ما هو ده، دي مشاكل خطيره جدا. حاسس ان اصحابك ما بيحترموكش وانت مالكش شأن بينهم؟ دي كارثه. حاسس انك فعلا ياما تجارب سابقه للاسف في ابتدائي واعدادي فشلت فيها فمنعكس عليك دلوقتي، فحاسس انك انت اصلا فاشل وهتستمر في هذا الفشل. وان انا كان بقول عليها زمان انا ما جبتش مجموع في الاعداديه او في الابتدائي، حاسس الكلام ده لازم يتحل، المشاكل دي لازم تتحل. اوعى تفكر ان المشاكل دي اتنست، اوعى تفكر ان المشاكل دي ما بنتصرفش من خلالها، لا، احنا بنتصرف من خلال صورتنا قدام نفسنا الاول هي عامله ايه. لازم نحسن الصوره دي، لازم ترضى عن نفسك، ومش رضا كامل. وبرضه للاسف الشديد ان المجتمع حوالينا بيعودنا على عاده سيئه. ايه هي العاده السيئه؟ كل ما تدي نفسك بالجزمه تمشي كويس. طول ما انت حاسس انك مقصر وانك وحش هتلاقيها تسعى للافضل. طول ما اولياء الامور حسسوك دايما، يعني اولياء ساعات الاولاد مثلا ايه يجيبوا درجه حلوه، يوم ولي الامر ما يمدحوش ولا المدرس يمدحه، ليه؟ يقول لك لا يا عم يخاف الواد يتغر ولا حاجه، لا اديله على دماغه وفهمه دايما انه مقصر وادي له جاب درجه حلوه هات له امتحان صعب تاني عشان تفهمه ان هو ايه مش نامي من المنهج ولا حاجه. طب طبعا ده بيؤدي للاحباط، مش بيؤدي الى التقدم ولا النمو، مستحيل. طريقه الضغط المستمر والاهانه المستمره والنقد المستمر واكتشاف العيوب المستمره الايه بغرض الاصلاح، دي مش طريقه اصلا اسلاميه ولا دينيه، بالعكس بالعكس، ده الامل دايما موجود مع ربنا سبحانه وتعالى. اذا يا جماعه زي ما قلت تاني، الدوره اللي احنا هناخدها دي هم ثلاث ندوات. الندوه الاولى عن السلام اللي هي بتاعت النهارده، ازاي احقق السلام. الندوه اللي جايه انا هقول شيء عن النظام،
الندوه اللي جايه ان انا احقق النظام، الندوه اللي بعدها ازاي نستمر في الالتزام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بدايه السلام يا جماعه ما بينك وما بين نفسك لو سمحت. انتوا في سن صغير لسه، منكم اولى ثانوي، منكم ثانيه ثانوي، منكم ثالثه ثانوي. المشاكل بتاعت السن ده معروفه، مشاكلك انت اول مره تبقى انت دلوقتي في ملك بيكتب على يمينك وعلى شمالك كانسان مسلم عندك عقيده انك الشيء اللي انت بتعمله ربنا مطلع عليه، وان ما اطلعش عليه ربنا ان الاخرين ما اطلعوش عليه فربنا عارفه، فانت جواك الضمير ده. فانا مؤمن قوي 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 بطريقه التربيه المبنيه على الضمير مش المبنيه على المراقبه والمتابعه. يعني ايه؟ يعني الرسول عليه السلام دايما حتى عندنا من كانت نيته طلب الدنيا، فاكر انت؟ ومن كانت نيته طلب الاخره، صح ولا لا؟ يعني الرسول بيوضح لنا اللي بيعمل الخير هيلاقي ايه واللي بيعمل الشر هيلاقي ايه. هل الرسول عين علينا بقى عساكر وشرطه عشان يشوفونا بنعمل ايه؟ لا، اداك المبدا وسابك انت، صح ولا لا؟ اذا المساله في الاول وفي الاخر مبنيه على مين؟ على الضمير الشخصي. طب اسمع بقى، انت مهما فعلت مع الله ربنا بيحبك ما عدا الشرك، صح؟ نبدا بالاول. يعني ابغض ذنب ما بين ابغض ذنب عند الله ايه؟ الشرك. انك تبقى مشرك بالله، انت مشرك بجد ولا انت ارجع بقى للنقطه دي، انت مشرك بالله؟ انت بتقول لا اله الا الله ولا لا؟ انت بتوحد ربنا ولا لا؟ انت مؤمن بصفات الله الحسنى ولا لا؟ ارجع للنقطه دي، مش حاجه عاديه يعني. لا، ده انت كده قيمتك عند الله عاليه قوي 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 قوي، كونك بس بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله، كونك مؤمن من جواك انك انسان مكلف من الله سبحانه وتعالى ومحاسب من الله سبحانه وتعالى. استاذ ما انا ما بصليش، استاذ ما انا بكذب، استاذ ما انا بعمل حاجات وحشه. اه بس انت في الاخر بتقول ايه؟ لا اله الا الله، مش كده؟ على فكره لو انت نسيت النقطه ديت ونسيت الركن ده مش هتبقى راضي عن نفسك، هتبقى دايما حاسس انك وحش، هتبقى دايما حاسس انك سيء. لكن طالما النقطه دي عندك ننطلق منها. ربنا بيقول كده ان الله يغفر الذنوب جميعا الا ايه؟ الا ايه الذنب اللي ما بيغفرش ربنا سبحانه وتعالى؟ الشرك بس. فكونك موحد بالله يا جماعه دي انطلاقه، ما تقوليش انا بوعظ دلوقتي، انا مش راجل دين بوعظك دلوقتي واقف على منبر بقول لك حاجه في الدين، لا انا بقول لك نقطه انطلاقه مهمه جدا، التوحيد. توحيد ربنا تبقى غالي قوي عند ربنا. اي ذنب بعد كده انت لو سمحت الصبح بقى، الناس اللي عندها ذنوب، الناس اللي عندها ذنوب خاصه، الناس اللي حاسه انها وحشه مع ربنا، انت لو سمحت الصبح قلت ايه؟ لو سمحت الصبح كده قلت اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي، ابوء بذنبي فاغفر لي، انه لا يغفر الذنوب الا انت. عارفين ده؟ ما كنتش عارف دي كارثه، ده سيد الاستغفار، مش كده؟ لا، بقول لك من قالها في يومه ومات دخل الجنه، ومن قالها في ليله ومات دخل الجنه. يعني انت بالكلمه دي بالجمل دي اللي الرسول عليه السلام علمها لنا، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو انت بدات يومك بهذا الاستغفار انت في ذمه ربنا، انت كل ذنوبك اتمحت. يبقى انت دايما ممكن مع ربنا تبدا صفحه جديده ولا لا؟ حل المشاكل دي يا جماعه، لان انتوا ساعات لما بتقعوا في ذنب تحس انك وحش، يوم الذنب يجيب ذنب تبقى باظت خلاص، ما انا كده كده داخل جهنم، يلا خد حقك بقى من الدنيا بقى. عم يجي لك الشيطان استاذ في الحته دي، يفضل يحبط فيك ويفضل يقرف فيك انك خلاص بوظت اصلا. ايا كان الذنب يا جماعه، اذا استغفرت ربنا سبحانه ايا كان الذنب، انا مش بفتح الباب للذنب، لا ده بالعكس بقى، ده انا هقول لك ما هو اشد او ما هو اغرب على عقلك. يذنب العبد، فالملائكه تقول لربنا وهو اعلم يا رب عبدك يذنب، يقول استروه. ربنا يقول للملائكه يروحوا ايه؟ روحوا استروا العبد ده. يستغفر العبد يقول والله اعلم يا ربي عبدك استغفرك، فربنا يقول ايه؟ علم ان له ربا ياخذ بالذنب ويعاقب، مش كده؟ ويغفر، صح؟ غفرت لعبدي، عشان العبد ده بعد ما عمل الذنب عمل ايه؟ استغفر. يوم ربنا يحب منه هذا الايه؟ الاستغفار. فالملائكه مستغربه يعني، تاني مره العبد يذنب، صح؟ تاني مره يقول لربنا، ربنا يقول برضو ايه؟ استروه. وبعدين لما يستغفر ربنا يقول ايه؟ علم ان له ربا ياخذ بالذنب ويغفر، اشهدكم اني ها قد غفرت له. يرجع العبد ثالث يذنب، يقولوا لي يا ربي، نفس الحديث يتكرر، لدرجه في الاخر ربنا يقول لهم ايه بقى؟ اشهدكم اني غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. ايه ده يا استاذ؟ يعني دعوه للذنوب؟ يعني احنا نعمل بقى اللي احنا عايزينه؟ لا طبعا، انت فاهمني اقصد ايه.
احنا لو قصد في ذنب عند وفي ذنب ضعف صح، في ذنوب عند يعني واحد يقول لك انا مش عارف ربنا حرم الخمره ليه يا اخي، ايه يعني ايه المشكله ربنا ليه يعني ايه المشكله يعني ايه الراس فيه ايه يعني ولا الحاجات مش ايه يعني ايه المشكله يعني، لا ده ملناش دعوه بيه ده بيتكلم في عقيده صح ولا لكن واحد هو بقول لك خمر مش هقول لك سجاير بيشرب خمره وهو من جواه قرفان انه بيعمل كده، من جواه زعلان انه بيعمل كده، يعني لسه عنده ايه يا اولاد، عنده الوازع عنده الضمير، ده مغفور له ان شاء الله. فاكر الراجل اللي ايام الرسول عليه السلام بعد ما نزلت ايه تحريم الخمر كان في واحد صحابي مش عارف يبطل خمر، فكل ما يشرب خمره يشهد عليه اثنين يجيبوا يعملوا ايه يقيموا عليه الايه الحد. فجيف مره عمرو بن العاص او خالد بن الوليد على ما اذكر فراح عامل ايه شتمه وقال الملعون عليه لعنه الله كلما حدناه يرجع للخمر مره اخرى، فالرسول عليه السلام قال لا تلعنه، قال له لا تلعنه، اتلعن رجلا يحب الله ورسوله مع ان الرجل كمان حد، فراح الرجل ما كانش سامع الكلام ده فراح قالوا للراجل الرسول بيقول عليك كده، بيقول لهم او قال محمد اني احب الله ورسوله، قالوا نعم، قال والله لا اشربها بعد اليوم. بص مش الكرباج اللي خلاه يشربها، خلاه يبطلها صح؟ ايه اللي خلاه يبطلها؟ الكلمه، كلمة طيبه، ان هو ربنا قال عليه انه بيحب رغم انه مش الخمر صح؟ ان هو بيحب ايه؟ بيحب ربنا وبيحب رسوله. يا جماعه القاعده دي اوعى تفكرها، اوعى تفكر ان الكلام ده خارج المذاكره. اوعى تفكر طول ما انت مش ملتزم وطول ما انت فوضوي وطول ما انت مالكش حدود حاططها لنفسك وبتحاول حدود الدنيا الاول. طول ما انت ما عندكش الوازع ده ومكبر دماغك مش مشكلة الصلاة مش مشكلة المهم الثانوية عامة، لا ما ده برضه خروج بره المربع صح ولا لا؟ إذن يا جماعة في الأول وفي الآخر اعلم أنك مهما فعلت واستغفرت يقبلك الله طالما ما انتش مصر صح؟ الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما إيه؟ على ما فعل. على فكرة مش الإصرار وتكرار الذنب، على فكرة عارف الإصرار وعدم التوبة، يعني افرض أنت عندك ذنب وبطلته وخلاص تبت قلت خلاص تبت بعدين ضعفت تاني ورجعت له مش بيحصل ده مش كده ضعفت تاني، هل ده يعتبر اصرار؟ لا ما يعتبرش اصرار، ليه؟ عشان انت حاولت تعمل ايه صح. فلو ما نظفتش نفسك وكنست من جواك قمامه عدم الرضا عن النفس دي وشعورك الدائم بانك وحش وانك سيء وانك مقصر وان ربنا ما بيحبكش وبالتالي مش هيوفقك، ما هو انت برضه بتبقى المشكله في كده، الواحد ما يعمل ذنب بس خلاص. في نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى دايما محسسنا ان احنا ممكن نبدا جديد معاه، دايما نقدر نبدا من جديد مع ربنا صح. فدي الفكره يا جماعه، لو انا بدات يومي بالاستغفار ده بدات يوم بصلاه الفجر، ما هو انت ما تقوليش لا مش مشكله مستر دي حاجه زي ودي حاجه، انت هتعمل زي بتوع الاحزاب دلوقتي تقول لك الدين حاجه والسياسه حاجه مش كده، لا انت تقولي لا 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 مستر التعليم حاجه ودي حاجه، يعني دي حاجه روحيه نصلي نصوم ملهاش دعوه بالمذاكره، طب ما هو الغير المسلم بينجح وبيوصل لاعلى درجه، ما دي برضو في العقيده يعني، يقول لك طب ما هو ناس مش مسلمه والناس بتوصل وبتجيب 99% وبتخش الطب وبتنجح، ما اوروبا كلها كفره هي ما حدش لا اصلا بتنجح ايه؟ اه يخرب بيت النجاح اللي يجي من غير ربنا صح ولا لا؟ تحب تنجح من غير ربنا؟ بكلم هتنجح على فكره، على فكره في نجاح، على فكره في تفوق، بس تحب انت تحققه من غير ربنا؟ انا مش عايزه بصراحه، انا ياما عرض عليا النجاح في حياتي من غير ربنا لا مش عايزه، بمال بالعكس بلاقيت الطريق اللي ماشي اللي انا ماشي فيه ممكن يؤدي للفشل بس مشيته برضه اصل مع ربنا. اذا غضب الله على عبد رزقه من ايه؟ من حرام، واذا اشتد عليه غضبه بارك له فيه، فتبقى مصيبه سودة انك عامل بلاوي وربنا بيديك صح ولا لا؟ اذا يا شباب لازم تحل المشكله دي ما بينك وما بين ربنا، وبالتالي تبدا تلتمس لنفسك الاخطاء صح؟ كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، كلنا بنغلط، مفيش حد وعمرك ما هتتعلم الا لما تغلط، وعمرك ما هيبقى معاك شهاده خبره الا لما تغلط، فانت اقبل الخطا بس بشرط لما تغلط اسال ذوي الخبره، لما تقع في مشكله ما تحلهاش لوحدك وما تحلهاش باصحابك، لازم تسال من هو اكثر منك خبره، من هو اكبر منك، لازم كل واحد فينا يا جماعه ليه مرشد نفسي، مهما انت حسيت انك شاطر وبتحل مشاكل اصحابك، لا انت ممكن تحل مشاكل اصحابك ما تعرفش تحل مشكلتك على فكره، ممكن تقع في مشكله مش عارف تعمل فيها ايه، ومشكله خارج الدراسه، مشكله اي مش ايا كان المشكله دي، مشكله فلوس، مشكله علاقات باصحابك، مشكله شكله، مشكله خناقه، مشكله حد بيهددك، مشكله انك عملت حاجه ومش عايز حد يعرفها ومش عارف تعمل فيها ايه، لا لازم المشاكل دي تتحل،
لازم دي تتحل، ولازم تتكلم وتختار حد صديق اكبر منك، بس بلاش بابا وماما. الا اذا كان بابا وماما عندهم القدره. انا اعرف اولياء امور في منتهى الوعي وفي منتهى الصدق وفي منتهى القدره على ضبط النفس. ليه بقى؟ ساعات ممكن تبقى البنت عندها سر، تقوم راح قايله لمامتها عشان تفضفض السر ده، تقوم مامتها تشتري منها وتاخد منها، عرفت السر ده سودت حياتها. سودت حياتها خلاص. هي مش قادره على فكره، هي مش قصده، بس هي مش قادره على نفسها، لان خلاص دب في قلبها الايه؟ الرعب على بنتها. فتبدا تعمل ايه بقى؟ تخنقها. تبدا البنت تقول لا، طب هترجع للخداع، هتبدا تحلف مليون يمين ما انا قايله لك حاجه بعد كده، وتبقى قابلني بقى لو عرفت حاجه بعد كده منها. حقيقي بيحصل الاخطاء دي، بس الام معذوره، ما هي معذوره، هي مش قادره على نفسها، خوفها غلبها، وبالتالي تبدا تخنقها. فلذلك بقول ان لو الام في امهات مثال رائع، على فكره ما عندوش شهادات عاليه ولا حاجه، عادي جدا، بس عندهم من عندهم خبره، وعندهم من الحنكه انها تسمع البنت وفي الاخر تعذر وفي الاخر تقدر. بس مش ما نطالبش امهاتنا كلها كده. في اباء كده على فكره، في اباء ممكن يصاحبوا اولادهم، ممكن يقربوا جدا من اولادهم، وممكن يسمعوا مشاكلهم ويتقبلوها ويحلوها، بس ما بتجيش من اول مره. يعني انت اعذر برضو الاب، لقيت الاب والام مش متفاهمين ده، وهم اتربوا بطريقه تقليديه، مع احترامي ليهم وهم صح برضو، احنا مش بنغلط الاب والام، بس احنا بنقول لازم المشكله تتحل، لازم المشكله تتحل. انت عارف لو مسكت ورقه وقلم وعبرت عن المشكله اللي جواك، ايا كانت المشكله شديده الخصوصيه، عارف لو دخلت على منتدى من المنتديات وكتبتها، عملتها مثلا باسم وهمي وعملتها بوست لاي حاجه وبدات الناس تعلق عليها، على فكره اخراج المشكله في حد ذاته اول طريق لحلها. لكن طول ما انت عايش المشكله لوحدك وما بتتحلش، هتكبر وتاكلك المشكله دي، تبقى عامله زي الوحش جواك، فانت يا تروضها وتحلها، يا اما المشكله هتبقى اكبر منك. ايا كانت المشكله، وايا كانت، مش شرط مشكله انت عايشها بالفعل، ممكن اسئله، ممكن حيران، ممكن اصحابك كلهم بيتصرفوا بشكل وانت ما بتتصرفش بالشكل ده، فانت حاسس انك غريب. ما هو مفيش سلام، احنا مش بنتكلم في السلام. ما هو انت لن يتحقق السلام الا بحسم هذه المشاكل، الا ده حتى البنت الملتزمه اخلاقيا جدا عايشه مشكله التزامها. يعني مشكله ان انا ببدو ما بين اصحابي ان انا غريبه يا استاذ، ان انا مش طبيعيه، ان انا عشان متمسكه بديني واخلاقي وما بعملش اللي بيعملوه، فببدا 5 6 يفهموني ان انا مش طبيعي. وكذلك الولد لو ما شتمش وقال لي ادب يبقى ابن ماما وبابا وعيل، عارف انت، عيل خفيف يعني، ما بيش فرفور. لكن لما يشتم ويسب الدين ويقول ولا هموتك وبتاع مش عارف ايه، ويبدا قبح يظهر، يبدا يحس يشرب سجاير والله يحس انه بقى ايه، مش بتاع ماما ورا. في عارف الشرح كتير بقى، الفشر للصبح بقى، فهمك بقى انه ما بيهموش حد، وانه واد جامد قوي، وانه بيعمل في ابوه كذا، وانه بيعمل في امه كذا، ولو شاف اخوه معدي هيخاف اصلا، بس هو عايز يبين لك دايما ان الواد جامد قوي. فجماعه في ناس بتفهم ان الادب في بيفهموا ان الادب مشكله، بيحسوا ان الادب ده مشكله، بيحسوا انه ضعيف. فجماعه دي، هل المشاكل دي محلوله جواكم؟ بجد والله، هل المشاكل دي محلوله جواكم؟ هل المشكلة دي انك انت حاسس انك انت ملتزم باخلاق معينة والاخلاق دي تعباك، ولو ما التزمتش برضه بتحس انك تعبان؟ ليه؟ ما انت شاطر على نفسك. انا سيء، انا 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 بالناس شايفيني بصورة وانا في الحقيقة صورة تانية، ودي كارثة برضه، ان انا ببدأ قدام الناس بصورة وانا في الحقيقة صورة تانية. هو مين فينا بيبدو بصورته الحقيقية يا جماعة؟ اكيد انا في المجتمع ليا شكل غير شكلي مع اهلي، غير شكلي مع اصحاب، يعني اصدق اصدقائي، غير شكلي مع نفسي. ده طبيعي على فكره، انت مش مجنون كده. في ناس كده بتستغرب ساعات انه بيتعامل بطريقه مع لو هو لوحده مختلفه تماما مع اصدقائه، مختلفه تماما، بحس انه كذا شخصيه بقى، بحس انه منافق. لا، ده الطبيعي اصلا، ده الطبيعي اصلا. وبعدين في ناس يعني عنده مشكله وخايف يسال فيها. خايف تسال ليه؟ محرم. في اسئله كده بتبقى، بس حتي انا مش سالع استاذ ايهاب، يعني هي علاقه الولد بالبنت في السن ده كويسه صح يعني؟ غلط ولا صح يعني؟ لازم تفجر المشكله دي، لازم تفجرها ولازم تحلها ولازم تسال فيها. على فكره، لا، ما جعل الله عليكم في الدين من ايه؟ من حرج، صح؟ الاسلام بيرد عليك، لان المشاكل دي بتنعكس في النهايه على ادائك الدراسي، صح ولا لا؟ مشكله ان ولد بيحب بنت، او بنت بتحب ولد، او علاقه تمت وفشلت، وبالتالي بتنعكس
بقوه على الدراسه. اظن انتوا فاهميني ولا فاهمكم كويس قوي صح ولا لا؟ حتى اللي مش عامل علاقه حاسس انه غريب وشاذ. انا فين؟ مش معنى انا فين؟ انا مقدم قوي كده ليه؟ ايه الحكايه؟ يبقى لو عامل علاقه متضايق انه عامل علاقه، او مش متضايق، مش متضايق عشان هو مش مستحرمه، لا ما انت مش واقعي اصلا، انت لسه في ثانيه ثانوي عامل علاقه. طب ما انت مش العلاقه دي عمرها عمر مشكله، مش على فكره مش تقليل من شأنك، لا 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 ماشي هيعرف يتجوز بدري. خليني احمل، انا بحب الكلام بوضوح بس بادب، يعني في فرق ما بين الصراحه والوقاحه صح ولا لا؟ في فرق، في صراحه وفي وقاحه. لا 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 بالعكس بالعكس يا احمد انت مؤدب جدا. لا يا احمد انا بقول يا جماعه ان من حقنا نتكلم بصراحه، من حقنا نحسم القضيه دي، احسمها احسمها، ولا شكلها ومش هتحسمها بشكلها الديني وشكلها الدنيوي كمان، احسمها، لان الحكايه دي بقت بتاثر. يمكن اقسم بالله لا المنهج فيه مشكله ولا الدروس فيها مشكله ولا فيه مشكله خاصه، مشكله شخصيه اصلا، وبالتالي انعكست بمنتهى القوه على مذاكرتك وعلى مزاجك الشخصي. انت مزاجك زي الزفت، فاللي عامل علاقه مشكلته انه مش عارف العلاقه دي تبقى في النور، وبالتالي عمال يسرق، وبالتالي مشغول ليل ونهار انه ازاي يبعت مسج او يستقبل مسج، دي مشكلته. طب لو العلاقه فشلت بقى مزاجه زي الطين ان العلاقه فشلت صح؟ يبقى لا هو لو العلاقه مش موجوده مرتاح، ولو العلاقه ما فشلت بقى برده مش ايه؟ مش مرتاح. طب لو ما عملش علاقه برده مش مرتاح، ازاي انا مش عامل؟ لا حلو ده خبر اسود طيب. يعني انت الثلاث كله مش مرتاح؟ ما هو انت لازم تتعامل مع مبادئ بقى مش مع الناس صح ولا لا؟ اولا يا جماعه خليك واقعي، انا ما بقولش خليك متدين، انا بقول خليك ايه؟ واقعي. ما تعملش علاقه انت مش عندها. هل يا رجاله تعمل علاقه وتحب بنت وبعد كده واحد يتجوزها تاني غيرك؟ شكلك ايه بقى انت كده؟ شكلك وحش، تاخدت منك، ما انتش يعني ده في انا بتكلم بمنطق الرجوله صح ولا لا؟ يبقى انا قبل ما اخش علاقه، خلينا نتكلم بصراحه بالله عليكم بس يا جماعه، الكلام ده ما فيهوش الكلام ده كلام واقعي ومن واقعكم. ما تعملش علاقه ما انتش قدها، لانها تنعكس. مش بقول انك وحش، مش بقول انك صغير، انا بقول انك بس مجتمعنا هو المفروض اصلا المنطقي اصلا، والله ما بهزر، المفروض والمنطقي والاسلام بيقول كده اصلا، ان الولد البنت تتجوز من سن 18 سنه. ايه رايك بقى؟ لا والمصحف ما بهزر. فده طبعا انا في مجتمع مش بتديني الاحسان، لا ما انا ما بجيش على مشاكل مستحيل احلها واقول احلها. مستر اقول لبابا ان انت اللي بتيجي، قول له روح قول عارف يجوزك من دلوقتي يجوز. اقول لك حاجه، انا متجوز عنده 21 سنه، انا واحد انا بقول لك اهو حسمتها. ما اصل بص يا جماعه اقول لك ليه، اقول لك البساطه يا احمد. بص يا احمد احنا مش في مجتمع بسيط زي ما انتوا فاكرين كده، احنا مجتمع معقد قوي، مجتمع فيه كلام كتير قوي، مجتمع فيه تعقيدات كتيره. فانت لو انت فجرت المشكله ديت ومشاكلك الخاصه، يا اما مش عارف تحل مشاكلك الخاصه وانا مش عارف احلها لك ومش حد عارف يحلها لك، ومهما اتقال حواليك انت الموضوع مسيطر على دماغك، خلاص يبقى انجح في انك تحط خط فاصل بين علاقاتك الشخصيه وشغلك. ما هو انت هتحل مشاكلك الشخصيه وتتعامل مع مبادئ واقعيه وبشيء من التدين، وتعرف ان ربنا سبحانه وتعالى في القران قال حسمها في القران. مش ربنا حسمها في القران؟ ولا متخذات اخدان. اخدان يعني اصدقاء، مش عندك في اختيار الصديق صح ولا لا؟ انما مروءة الرجل اخوانه وايه؟ ربنا قال في القران ايه؟ ولا متخذات اخدان صح؟ وبرضه قال للولاد ولا متخذين اخدان، يعني الصداقه او العلاقه ما بين الولد والبنت في الاسلام حرمها ليه؟ ليه؟ عشان ما فيش حاجه اسمها صاحبتي صح ولا لا؟ ولا في حاجه اسمها صاحبي. لو انت قبلت ان انت تكلم واحده انها صاحبتك خلاص، لو سمحت بعد اذنك ممكن اصاحب اختك؟ ممكن لو سمحت تسمح لي اصاحب اختك؟ تسمح لي اصاحبها؟ هتبقى انت ايه؟ انا بتكلم بجد. بص الكلمه صادمه، انا عارف ان الكلمه صادمه بس هي كلمه حقيقيه. يعني ما لا ترضى لنفسك لا ترضى لغيرك. نعم قولي يا سلمى. هو بعد اذنك اتكلمي انت عادل. هو
في فرق طبعا. هو زي ما حضرتك بتقول هو حرام وحرام في القران، لكن مثلا لو احنا محطوطين في وضع شغل او شغل أو كلام الضروره. لا لا عادي كلام الضروره عادي. لا 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 ما نبقاش برده، ما انا برده مش عادي. مش هتبقي انت بقى تشوف ولا تقوم ماشيه في الشارع الثاني. لا لا ده ده تخلف عقلي. لا 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 عادي. لا 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 بصوا بصوا يا جماعه، الكلام المباح العام لا ضرر منه، كلام مباح عام. طب ما واحده راح تشتري حاجه تلاقي اللي واقف راجل تمشي، مش ده شراء وبيع؟ يعني هم اللي بيتكلموا بعض هيقولوا ايه اصلا؟ يعني ما برضه بيبقى كلام مباح وعام. لا عمر هقول لك انا بقى، صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على النبي. انا مش هاخد في الموضوع ده كتير، بس انا هقول لك حاجه. تطور الموضوع ده سيناريو ثابت، سيناريو ثابت اقسم بالله العلي العظيم. لو جبت اي ولد وبنت على اي قطعه ارض في الكره الارضيه هتلاقي سيناريو ثابت انهم بيتكلموا عادي الاول عادي. لا احكي لك السيناريو. طلبت قلم محدش اداني. مش معبرين. لا يا احمد بص يا احمد، هي بتخشى ان ده يبقى، هي ما تعرفكش فمش مطمئنه. لا لا اسمعوا يا جماعه في الاخر، بس في الاخر بس انا بتكلم، خلوكم تكلموا جد في الموضوع. المشاكل دي بتنعكس على مذاكرتكم بقوة، سواء انت منتظر علاقة او انت في علاقة او فشلت العلاقة. في التلاتة المشكلة عاملة معاكم كبيرة ومحدش بيناقش، ومن العيب جدا ان حد يناقش. ولو البنت مامتها عرفت حاجة كارثة سودة، ولو الولد كارثتين وهكذا. يعني يعني ما بين ساعات المجتمع بيبيح للولد لكن البنت غلط. يعني دي امور حتى غريبة جدا في المجتمع، يعني مع ان هو ده غلط وده غلط. ليه غلط؟ عشان مفيش حاجة هتتنفذ دلوقتي. ما هو العلاقه ما بين يا خطيبتي يا بنتي يا زوجتي يا اختي، ما فيش حاجه اسمها صاحبتي، ولازم تحسميها. ولما تيجي زميلتك تحكي لك حاجه زي كده لازم يكون عندك نوع من مهما حصل ما بينك وما بين غلط. دي بقى اعمل ان انا اخطبها بعدين. انا بحبها على فكره، الحب مش حرام. انا بحب حد مش حرام، ده مش حرام. نعم. طب ما مستر نظام البنات اصلا من البنات؟ لا مشترك، الخط مشترك. يعني ايه قصدك ايه؟ قصدك ايه؟ لا هقول لك برضه، هقول لك يا خالد اللي هو الاختلاط قصدك ايه؟ بص يا خالد، بص يا خالد، بتبقى منقبه وبتعمل اعزاء سوري. صح انا بقول لك، لا اقصد ايه؟ مش ده اللي هيمنع العلاقه. لا انا عارف ان ده بيسد الذرائع الاول صح؟ لكن انا مش دلوقتي مش هقدر اعدد ده في المجتمع. انا بقول على الحق اللي انا اقدر. طبعا طبعا كون ان البنت ملتزمة زيها ده أول رسالة للي حواليها إن أنا ماليش في الكلام ده. ما أنا مش هبقى أول رسالة، ما فيه في لغة أولاد. وبعدين يا جماعة بس مش عايزين نخلط ما بين إن أنا حد بيحب حد، دي ما فيهاش أي مشكلة. الحب مش حرام على فكرة، نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. كل الموضوع إن إحنا بنقول لك حب زي ما أنت عايز، ما تعملش علاقة. ليه؟ من طرف واحد مثلا اجلها بقى لغايه ايه؟ اقول لك من طرف واحد لغايه ايه؟ ماشي ماشي خليك خليك. انت قد انك تروح لابوها وتتقدم؟ ايه بس؟ لو مامتها وباباها عارفين دي حاجه ثانيه، بس ما يبقاش في علاقه بره. ايوه ماشي ماشي. هو عارفين مثلا وواحد مثلا وانا ماشي مش ده يعني حاجه نظيفه، حاجه نظيفه بتيأمل ان هي تتم بخير صح؟ لكن في حديث خاصه في خروج؟ لا يوم الخميس مع يوم الخميس. الخميس هيجيب لك، الخميس مش هيكفي. الخميس في الاول حلو قوي زي الفل، بعد الخميس وجمعه وسبت وحد واثنين وبنزوق من الدرس. ما هي معروفه. والكلام اللي انت بتقول عليه في البدايه يبقى كلام عادي، عمر ما بيفضل عادي. بيتقلب استحاله استحاله. يا جماعه كل بنت تعرف على فكره، كمان البنت تعرف ان هي اكبر خاسر في العلاقه دي. انا بقول اهو مجتمعنا ما بيرحمش، والكلام ما بيسكتش، ولو جات لك كلام من الناس بتقول عليكي بره كذا كارثه. وانت هتيجي جنب سمعتك وراك هتذاكر ازاي بقى؟ مفيش سلام، مفيش سلام، مفيش. عايش حاله متوتره دايما، عايش 100 مشكله غير المذاكره. طب ومش محلوله. واصحاب العلاقه اللي فشلت يا جماعه، اي حد في الدنيا عنده علاقه فشلت ليعلم ان الله واسع عليم. الدنيا مش بني ادم ولا الدنيا بني ادم. يقول لك حتى المراه احد احلامي وليست كل احلامي، والرجل احد احلامي وليس كل احلامي. في ناس واقفه كل العلاقات اللي في الدنيا واقفه ان ايه؟ انه يتجوز او انه يحب او انه يتحب. ده ماشي ماشي، ده فطره يا ابني يا حبيبي، دي فطره هزمها يا احمد. بص يا احمد عبد الجليل، بص يا احمد، احنا بنقول لكم نعوا رغباتكم ولا اجلوا رغباتكم، بس
بنقول لكم لا غلط، احنا رهبنه، احنا مش رهبنه، بس خد مكانك يبقى لك كيان عشان ما تحسش انك عيل. فالعلاقه دي يا جماعه لازم تحسموها ولازم يحصل السلام بقى الثاني. السلام الثاني لو انت حصل لك نوع من الحسم العلاقات دي، نوع من صداقه عاديه جدا او مش صداقه بمعنى اللي هو الكلام العادي العام ده، انا مش هقدر امنعه، مش هنقدر، في الكليه ما هيحصل كلام عام، كلام عام، مع ان انا اعرف بنات في الكليه لا يمكن تقف مع ولد، مستحيل، وحسمتها هي كده واحد دماغها اصلا، واحد دماغها من القيل والقال مش كده. فاذا يا جماعه لازم العلاقه دي تتحسن، ولازم علاقتك بالجنس الاخر تتحسن. اتفضل يا كريم. كنت بس عاوز اقول كذا نقطه كده. قول كان اول شرط من شروط النفس اللوامه، احنا عندنا ثلاث انفس اللي هو النفس اللوامه بالظبط والمطمئنه والاماره بالسوء، اعوذ بالله منها. بنتكلم بقى عن احنا بنات نفس اللوامه، ان احنا بنغلط وبعدين نقول نفسنا. فاول شرط من شروط النفس اللوامه ان هي تكون تسعى لان تكون النفس المطمئنه. صح تمام. فاحنا مش هنكتفي ان احنا لحظه كده. ايه يا كريم. فاحنا مش المفروض ان احنا بس نغلط وبعدين نتوب او نغلط وبعدين نستغفر، المفروض ان احنا نغلط ونستغفر ونسعى ان احنا ما نغلطش تاني. اللي هي الناس المطمئنه بقى، الناس اللي هي المفروض ان هي ما تغلطش. كريم انت انت مدرك، انت عندك كام سنه؟ انا عندي 18 الا شهرين. مش كده؟ 18 قول 18. الوصول للنفس المطمئنه ده ممكن تقعد لغايه 60 سنه على بال ما توصل لها، وممكن توصل لها بكره. بص هي يعني هي انا اقصد اذا طال بيك الطريق انك توصل لنفس المطمئنه ما تحبطش. انا خايف اموت بكره. حلو انا بسعى ليها، انا بسعى، لكن هل في ايدك انك توصل للمطمئنان ده؟ لا هو اول شرط ان انا اكون نفس اللوامه ان انا اسعى الى ان انا اوصل لها. صح تمام. فبس كنت عاوز اوضح للناس ان احنا مش موضوع ان احنا نغلط ونستغفر، لا نغلط ونستغفر ونسعى ان احنا نكون نفس المطمئنه. ما هو مجرد استغفار هو سعي. خطوة ان الحسنات يذهبن السيئات، انا مؤمن بدي جدا. لا 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 فعلا فعلا عملت الشر اعمل خير على طول وراها. النقطه الثانيه اللي هي شكل العلاقه، فعلا الموضوع ده غلط تمام. بس انا لو حطيته في اطار يرضى به المجتمع ويرضى به اهلي وارضى بيه حلو مش اي مشكله. زي ما محمد دلوقتي التوخي بيقول ان انا افرض بابا ومامته عارفين وبابا ومامته عارفين ولا يعني الموضوع في اطار نظيف تمام. فده انا ما اقدرش ان انا بس بشرط، بشرط ما يبقاش في حديث خاصه وخروج خاص. بالظبط هي دي الكارثه، هي دي المشكله الكبيره. ولما تفشل علاقه، انا عايز يا جماعه اقول برضه، لما تفشل علاقه لك علاقه وفشلت مش اخر الدنيا، مش اخر الدنيا. نعم. طب يعني ايه حديث خاصه؟ يعني يعني بكلمها من ورا باباها. عارفين يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني اي كلام قدام الناس، اي كلام قدام الناس، ما باخدش الموبايل واتخبى واتكلم بيه. ممكن احتضرها زي صاحبي الولد هو مثلا احكي على حاجه. لا مشكله مثلا. لا بص بقى ما هو دي مشكله. اروح البيت اقعد معاها. هو اللي بخاطب واحده الاسلام بيقول ايه؟ اهو يبقى مش هينفع. صح مش هينفع. يبقى ما اخدش في العلاقه قوي. خليني ذكي بقى، ما هو انا خليك واقعي، خليك واقعي على مستوى الدنيوي عشان ما ينفعش بحاجه زي كده ان انا احب واحده وبعدين حد يجي ياخدها. مستوى الرجوله يعني. هو برضه اللي كان بيقول ان هو لما اخو مامته عارفه، طب هو هيبقى اكله غلط كده في الموضوع. طب هي مامته عارفه عشان ماشي مامته، هو يكون ان بابا ومامته عارفين ده خلاص يبيح العلاقه، خلاص نفعل ما نشاء. عارف ان انت تتكلم على التليفون مثلا، ما بيتكلموا يقولوا ايه؟ ما لازم ان في كلام ليه حدوده. طب ماشي يبقى لو كلام، لا لو كلام ماشي كلام مش غلط. لا يعني كلام مش غلط تضمن انه يفضل مش غلط؟ بص يعني بصدق يعني لا ما هو الكلام الغلط غلط المهم سواء مع صاحبك او صاحبتك. صح؟ هل انت ليك اذن بقى انك انت تتكلم مع بنت كلام خاص من غير اهلها يعرفوا؟ لا مالكش الاذن ده لو سمحت. هم عارفين ان احنا بنحب بعض كويس، عارفين صح؟ حلو. انا يا جماعه اسمعوا بس اللي انا عايز اقوله يا جماعه اصبروا، اصل الكلام ده لو ما اتقالش هنا بيتقال بره. ايه المشكله؟ ان صاحبك بيعلم لك المشكله غلط. هم عارفين ان كنتوا بتحبوا بعض زي الفل صح؟ هل كونهم عارفين ده اذن من الله انك انت خلاص تبقى العلاقه؟ ما هو بننسى بقى بالعكس. على فكره العلاقات دي خطيره في ايه بقى؟ ما بابا وماما عارفين، ما فيش مشكله بقى. نبدا نتمادى بدون ما نشعر ان احنا بنتمادى. يبقى غلط بقى على ايه؟ على الكل. عليك اولا يعني عشان انت بالظبط انت بتتعامل مع فئه مش مع اشخاص. ايوه بالظبط، انت بتتعلم مع مبادئ مش مع بني ادمين. انا ماليش بابا يعني بابا وماما عارفين وربنا قال لي غلط، يبقى غلط. يعني ايه محسومه؟ انا مش كل بابا وماما عارفين يبقى صح. لا ده انا بقول بابا وماما عارفين يعني خففنا شويه على الاقل من حجم الخطا اللي ممكن يحدث. لكن هل معنى ده ان العلاقه صح؟
ده اللي انا بقوله بس حبها يا اخي زي ما انت عايز وموت على نفسك عشان تخش كليه نظيفه عشان تروح تخطبها يا اخي. انا بكلم بجد يا جماعه مش هتقدر انك تمنع نفسك تحب حد. فجماعه ده من اول نقاط السلام انك انت برضه من ضمن النقاط اللي بتاثر فيك قوي اصحاب بقى من نفس الجنس يعني اصحاب مع بعض يعني انت وانت وزميلك بقى وحصل بينكم مشكله او حاجه حصل بيك طلع صاحبك ده كنت انت مخلص ليه وطلع ندل في الاخر زي ما بيحصل كتير جدا مشكله لا مثلا لقيت اصحابك خدوا جنب مع بعضين بالذات البنات بقى لما تلاقي مثلا كانوا اتنين ودخلت واحده ثالثه قامت واخداها وقامت دي عارف مش عايز القصص الحوارات دي بص خلي الناس كلها زمايل لغايه ما يثبت ان هم اصدقاء ما تخليش كل الناس اصدقاء لغايه ما يثبت العكس يعني احنا بنخش بعواطف كده على على اللي قدامنا مثلا بنت لقيت في توافق كده مع بنت زميلتها بقى اصحاب زي الفل واصدقاء وما فيش ده ما هم بقالهم ايه ايه لا ابرار ابقى مدركه ان علاقات الناس مش بالبساطه دي عارفه ليه عشان في الاخر ما ايه ما تتفاجئيش بحاجه كبيره تزلزلك ليه فجاه تلاقي بنت بتعاملك كويس قوي وهي من وراك بتعاملك زي الزفت بتطلع عليك كلام واو لاخره طبعا الكلام ده بيأثر فيكوا جدا يمكن الصبيان عندهم العلاقات دي متزنه شويه الصبيان اكثر اتزانا في علاقاتهم شويه بجد لك يعني الولد مثلا لو طلع واحد صاحبه نادل خلاص فكك منه انتهت مع السلامه بداهي يعني لكن البنات لا البنات في الحته دي لا البنات دي عندهم مشكله كبيره شويه فده يا جماعه نوع من السلام لازم نحققه ان احنا نضبط علاقاتنا حتى باصدقائنا ونبقاش عاطفيين قوي ولا خليك واقعي لغاية ما يثبت ان فعلا الصديق ده في موقف واثنين وثلاثة وطلع معايا جدع وطلع معايا زي الفل خلاص ببدأ فعلا واحدة واحدة اصدقه كذلك يا جماعة برضو من السلام انك علاقتك بولي الامر يعني انتوا ساعات بتشتكوا قوي كتير ان الاستاذ وولي الامر ضغطين عليكم وان هما دايما اوامر وان هما دايما نقد مستمر انا لا يعني لا اخفي ان النقد المستمر ده شيء مؤلم يعني انا بروح دايما امي مش راضيه ودايما ابويا لما امي تسخنوا عليا يجي يقرفني ودايما يروحوا مسخنين الاستاذ كمان عليا فبقوا الثلاثه قرفني في حياتي ما هو ليه هم قرفينك ليه يعني انت بركز على ان هم قرفينك ليه طب لا ما انت لازم تشوف هم ما عملوش كده من باب الطمع في ناس مبالغه لكن في ناس واقعيه وانت ساعات بتقول اللهم سايبني ليه انت لو رحت للمدرس يا جماعه وما سالكش الواجب واسمع لك وتابعك هتسيب ولو رحت مدرس كل شويه متابعك وقرفك برضه هتسيبه ما فيش نفسي لا الوسط اقصد الوسط لا اضخم قوي الموضوع واقرفه ولا في نفس الوقت وبعدين احنا محتاجين ضغط خارجي للشغل يا جماعه بالله عليك انت مش محتاج ساعات فعلا حد يجبرك انك تشتغل طيب خلاص خلي صوت ماما وبابا ده صوت ضميرك اللي وبالعكس يا جماعه ساعات بقى لما بابا وماما يدوك الثقه قوي واثقين فيك قوي لو انت بتحس هتلاقي اتقل من هم وتابعينك يعني تخيل بقى بابا وماما خلاص بيديك الثقه وبيديك الدروس ومستنيين منك ال 99 اخر السنه وانت بني ادم عندك ضمير وعندك دم وعارف انك مش جايب 99 ليه فبتعيش ايه بقى بتعيش يا جماعه انت هتتفاجئوا انت هتتصدموا مش بتعيش الاحساس ده فلو سمحت كل اللي انا عايز اقوله عيد تاني كل حياتك وحقق هذا السلام وهذا الاطمئنان حققه شوف العلاقات اللي عامله لك مشاكل بمين علاقتك باصحابك علاقتك بربنا سبحانه وتعالى علاقتك بالجنس الاخر سواء ولد او بنت شوف حل مشاكلك كلم فيها الكبار كلم بس مش اي كبار انا بقول تاني لازم الكبار دول امناء يعني البنت ما تيجي تحكي ما تحكيش لاي حد غريب ما ينفعش تحكي لحد غريب تحكي مشاكلك عشان انت مش ضامنه مين ده يا ريت يبقى محارم عارفين المحارم يعني ايه عمك خالك اخوك الكبير باباك ان كان مستوعب الكلام ده منطق يبقى في محارم ما اروحش احكي لحد اسراري غريب ياخدها وممكن يكون الانسان ده غير امين عليا انا بقول البنات الصبيان عادي يحكي ان شاء الله على البواب ما فيش مشكله عادي. مش امين عليك يعني اقعد مع البواب ده مش في شكل يعني انا مع احترام لكل المهن بس انا بقى بديك مثال يعني لكن البنت لتكن البنت اي بنت على حذر في حكاياتها ما تحكيش لحد غريب ما فيش حاجه اسمها اصل ابن خالي ده زي اخويا لا ابن خالك مش اخوك ولا ابن عمك اخوك طالما يجوز ليه الزواج بيكي مش اخوك جوز اختك مش اخوك ساعات بنات كده تروح لجوز اختها وتحكي غلط مش هو مش محرم فاهمين يعني ايه محرم الا اذا بقى بتحكي زي الطبيب على فكره يا جماعه
اقول لكم حاجه عجيبه، احنا عندنا الطبيب النفسي ما بيروحوش الا لمين بس؟ المجانين. صح. بقى احنا في فرق شاسع ما بين الالم النفسي والالم العقلي، او المرض النفسي والمرض العقلي. كلنا عندنا نسبه امراض نفسيه. مين سوي؟ مين فينا سوي؟ مين فينا ما عندوش نسبه ولو انحراف عنده ولا مشكله مضايقاه؟ فبتبقى محتاج على فكره ممكن تروح لدكتور نفسي بتكلم بجد، وتبقى مؤمن انك في مجتمع راقي حتى لو مع نفسك. تقعد تتكلم معاه شويه، اقعد اتكلم معاه. هو الدكتور هو بقى زي الافلام بقى هينيمك على الشزلونج بقى ويجيب الشكوش يخبطك على ركبك بقى وبتاع، القصه دي مش سهل خالص. الكلام ده يعني الكلام مش موجود يا جماعه. انت ممكن تطلع تدردش معاه تقول له يا دكتور انا عندي مشكله، انا حاسس باحباط كذا. وعلى فكره الناس دي زي ما بيقولوا كده بروفيشنال، يعني بيعرف يسمع كويس قوي اكتر مني كمان. فانت بس امتى تروح؟ امتى تروح؟ لما خلاص تبدا تفقد السيطره انت على نفسك. مفيش اي مشكله ان انا اقعد مع طبيب نفسي واقعد اتكلم معاه شويه. وعلى فكره الناس دي عندها اسرار اسرار، يعني عنده سر سر. مفيش اي مشكله ولا ابقى مجنون ولا ابقى معتوه ان انا رحت لطبيب نفسي، ده حل من الحلول. ايه يعني هاخد كام؟ هاخد 50 جنيه؟ ما عنديش مشكله عادي 50 جنيه بلاش طبيب نفسي. على فكره انت من حقك بقى لو في مدرسه في حاجه اسمها المرشد النفسي الاخصائي الاجتماعي. لا سيبك من بتاع المدرسه دول، انا بقول لو احنا في مجتمع محترم، لو احنا في مدرسه بما يرضي الله، مفروض ان مفروض اللي بيحصل ايه؟ ان الندوات اللي انا بعملها دي مفروض دي حصص بيدخل المرشد النفسي والاخصائي الاجتماعي ويوعوا الاولاد ويوري لهم الكليات اللي ممكن تاخدها ويوري لهم حاجات كتيره جدا ويشوفوا مشاكلهم الشخصيه. ولو حديث فردي بيبقى موجود يا جماعه، الكلام ده موجود على النت دلوقتي، موجود على النت دلوقتي مواقع. ايه في المدارس عندنا حصص، احنا في حصص كورديو بيتكلموا. مدرسه ايه؟ سلفاميه. ده وعي. واحنا اهو شفتي انا بقوله انا، بس المشكله عندي بقى ان ايه؟ ان هو يبقى بيتكلم فعلا في صميم مشكله مش وظيفه. يعني انه بيعرف يتكلم، بيعرف يخش المشكله ويقتحمها ويفتتها ويكسرها. مرشدين لا، ده في واحد حاجه اسمها مرشد نفسي وظيفته كده. نعم يلا يا جماعه بس عشان احنا فاضلنا ربع ساعه تقريبا. ها احنا السنه دي بنات الصنفاميه اللي جم في سنه اولى ثانوي اشتغلوا معانا في اتحاد الطلبه والحاجات دي، طلبنا من المديره ان احنا ان هي تعمل حصه اسبوعيه اسمها حصه الحياه دي زي ما كنا بنعمل في الصنفاميه، ونفذناها فعلا في سنه بنات. حلو. وبداتوا تنفذوها. بس هل في لا سلمى، هل في مين اللي بيتكلم فيها؟ هو برضو مدرسين. حلو. بيعرفوا يتكلموا معاك وبيحلوا مشاكل. حلو جدا. بيفجروا بس دي حلو قوي جدا. هو الناس محتاجه كده. فيا جماعه وبعدين عارف كمان، عارف كمان بقى اقول لك حاجه بقى جميله جدا. حاول اقول لك حاجه بقى للناس اللي عندها روح القياده. حاول انك انت تقرا في المجال ده كتير عشان تحل مشاكل صحابك. على فكره طول ما تقرا في المجال ده كتير هتلاقي بتحل مشاكل نفسك، وبالتالي بتحاول تحل مشاكل صحابك. خليك مبادر. يعني مش دايما تبقى انت الضحيه اللي عايز تحل حد يحل لك المشكله. لا، خليك انت القائد اللي فعلا بيسمع الناس ويحاول يحل مشاكلهم. هتلاقيك انت دايما بتحل مشاكلك الاول، ودايما بتاخد موقف وعنها تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. واحنا امه الدعوه، يعني احنا امه خير، دل على الخير. احنا امه ان انت تحل مشاكل الناس. وبعدين لما زميلك يحكي لك مشكله خليك عاقل، ما تحاولش تحلها لو كنت فاهم. اقرا، شوف، اسمع، استشير خبير. فجماعة الاستشارة دي مهمة للغاية. وقلت تاني، بلاش تسيبوا مشاكل جواكم، وبلاش دايما يبقى الحديث حديث ما بينكم وما بين بعض، لان انتم ما عندكوش خبرة اصلا تحلوا مشاكلكم الا اذا كان عندك قراءة وعندك وعي وبتحضر دورات زي دي كتير وبتسمع كتير. فمع السنين بدأت تحس انك قادر على حل المشاكل دي. فجماعة ما حدش يسألني على جدول المذاكرة ولا على التزام ولا أعمل إيه في ثانوية عامة ولا ذاكر قد إيه ولا أستاذ إيه اللي هيحصل مع أنا عايز الأول إنك أنت توصل لمرحلة، حتى لو تقعد مع نفسك ثلاث أيام. أنا اللي بقول لك أهو، أنا بقول إن الناس اللي عندها مشاكل عميقة اقعد مع نفسك في التأمل زي كده. جدع، أنا عارف يا علي أنت ما شاء الله عليك. لا أصل علي ما شاء الله عليك، أنا عارفك أنت قد إيه سابق سن، ودي مشكلة على فكرة ساعات. بص يا علي، أنا مش قلقان عليك خالص، اقسم لك بالله العلي العظيم انك انت بسم الله ما شاء الله عليك، اقسم لك بالله العلي العظيم بدون اي مبالغه، انت من الناس يا علي اللي هتعرف تعدي مشاكلك كويس قوي، ما تقلقش. طب بالنسبه لي وانت حاتم، انت عندك مشكله بس صغيره حاتم،
بص انت انسان طيب جدا. بص يا حسن يا احد انت انسان طيب يا احمد انت انسان طيب جدا بس في مشكله عندك انك بتاخد الامور احيانا ببساطه اكثر من اللازم. ما تبسطش الامور كلها كده يا احمد. ليه يا احمد؟ انت النهارده عايش في عز ابوك وامك ربنا يخليهم لك. اسمعني بس يا احمد بعد كده انت اللي هتشيل المسؤوليه. فانت انا مش بتكلم عن درجات ولا بتكلم عن مستوى دراسي والله العظيم انا بتكلم عن كده. ولعلمك يا احمد انا اوعى تفكر ان انا بحترم الناس من خلال درجاتهم خالص خالص. الدرجه دي عندي حاجه كويسه لكن مش ده المقياس اللي انا احترم بيه او لا احترم. ان انا احب او لا احب. انا عندي اولاد بيجيبوا 50% واصدقاء شخصيين ليا وبموت فيهم. ليه؟ عارف ليه يا احمد؟ عنده مبادئ بلمح فيه ان عنده مبدا. بس انا مش معنى كده انك ما عندكش مبادئ لا انا معنى كده انك انت بس يعني مستبسط الامور شويه مش مدرك اما بحسش انك انت عندك المسؤوليه عاليه شويه. كبر بس حجم المسؤوليه جواك لان انت انسان من الناس المؤدبه جدا. يعني انا ياما يعني انا ليك ردود افعال معايا انا بحبها جدا منك. يعني انا عسيت عليك ساعات كتيره في وسط المجموعه كان ردود افعالك منضبطه جدا منضبطه. مش عشان تخاف من المستر وبس لا طب انت ممكن تقول سيب المستر وتمشي يعني هو الفشل اللي اسامه. لكن انت انسان بتحترم نفسك وانا بحبك فكل الموضوع اللي انا عايزه بس ارفع درجه احساسك بالمسؤوليه مش عايزك تكتر من كده. ودايما يا جماعه قيم نفسك من خلال روح للمستر بتاعك ايه رايك في المستر بجد ايه انت شايفني كويس لا مش هيحبطك لا ما تخافش ما هو انت ما تسالش اي حد برضو يا احمد. يا مستر عارفه لو المدرسين لقت ان كنتم عايزين كده هيتكلموا في كده. بص ده يا حبيبتي او ما هو مش شرط كل الناس تبقى كويسه. لو عندي 2 3 كفايه قوي مش واحد عندي 2 3 كويس زي الفل. فبقولها تاني وباكد عليها تاني قيم نفسك من خلال مبادئ ومن خلال ناس كبيره عليك يعرفك رحم الله من اهدى لنا عيوبنا. عمره خطا مش كان بيقول كده رحم الله من اهدى لنا عيوبنا وبرده رحم الله برده يا اخي من شجعنا. إذن ما نحبطش الناس. إذن شوف عيوب مفيش حد فيه عيوب مفيش حد كله عيوب يا جماعه مفيش حد كله مميزات. فلو سمحت مش هقول اي حاجه في المذاكره الا لما تحل المشاكل دي ونحقق الهدف ده ومش هتنقل للنقطه اللي جايه ولا هقول لك تعمل ايه ولا هديك جدول ولا هشرف على الجدول. انا معايا جدول وعارف انا اعمل ايه ومعايا عدد ساعات معايا عدد اسئله معايا نظام كامل للمذاكره زي معسكر. لا انا لازم تيجي تحقق لي تقول لي يا استاذ انا فعلا بدات احل مشكلتي مع نفسي ومع ربنا. وعلامه حل المشاكل اول علامه يا احمد انا بتكلم بجد ما تستغربوش من اللي هقوله ده اول علامه انك تبقى منتظم في صلاتك. اول علامه على السلام انك تبقى منتظم في صلاتك ان حصل سلام بقى حصل صلح ما بينك يعني ايه بصلي حتى بعمل اللي بعمله بس يعني ايه بصلي يعني انا في امل عند ربنا انا رايح له انا بكلمه انا بسجد له. فانتظام في الصلاه دي من علامات السلام. من علامات السلام ان انت تحس انك انت بدات تبقى ايه تتعامل مع اللي حواليك بهدوء شويه مش بعصبيه. لان الانسان اللي ما عندوش سلام ما بينه وما بين نفسه او ما بينه وما بين ربنا او ما بينه وما بين اهله او ما بينه وما بين اصدقائه او ما بينه وما بين مبادئه. وعلى فكره يا جماعه انا عايز معلش انا عايز اقول حاجه بقى يعني عشان بس ما تفهموش السلام ده غلط. الناس فاهم السلام يعني ايه انك تبقى في غايه الاطمئنان والرضا عن نفسك ده مستحيل توصل له اصلا يا جماعه. السلام حاله من الامن تسمح بالعمل. يعني احنا مش بيننا وما بين اسرائيل سلام مش كده. هل يعني ان احنا واسرائيل بنحب بعض ونموت في بعض؟ لا. طب ما هو ده اللي انا عايزك توصل له برضه ان ما بينك وما بين حتى الحاجات اللي انت رافضها سلام. مفيش صراع مفيش حرب مفيش مشاكل مفيش خناق مفيش ليل ونهار في البيت عمالين نعمل مشاكل مع اهالينا. دي كارثه يا جماعه. يعني انا غاضب امي ومتشاكل مع اخواتي وبيا من بره جه زعقلي. طب ايه القرف ده؟ طب هذاكر ازاي؟ هذاكر ازاي وانت عامل مشاكل مع اصحابك وعامل مشاكل مع مامتك وعامل مشاكل مع الدنيا كلها؟ هتذاكر ازاي؟ فتجنب المشاكل ده تجنب الفتره دي. مش عايز فيها مشاكل مش عايز مشاكل. مشاكل اصحاب الهيفه دي سيبك منها كبر دماغك من تجنبها. مشاكل معاهم في البيت طنش بالراحه اعرف اعذرهم شويه واظن اتعودتوا على كلامهم شويه اتعودتوا ان الناس دي قلقانه بس مش اكتر.
تعود ما انتش نافع ما انا عارف ان انا مش نافع خلاص انت طبايع طبايع ايوه وصلني ايوه شكرا انت اعتمد على نفسك يعني انا مش متوقع ان في ما حد اعتمد على نفسي في حاجه ان انا زي ما قلت مش بس تحبيت او كده مستحيل يعني لا لا ليه ليه بالتدرج لا هقول لك يا عارف محمد امتى تحس انك انت تعتمد على نفسك وتقدر تفتح بيت لو نجحت مره لو دقت طعم النجاح الحقيقي مره خلاص ابقى انا خلاص انا قدامي اهوت مشكله وتخطيتها يبقى انا اكيد المشاكل الجايه هعرف اتخطاها ان شاء الله على فكره ده ما هو انت هتكتسب ثقتك في نفسك منين بالهبل كده وخلاص بشويه كلام المستر هيقولهم لك مستحيل لا وبعدين ما تخافش تعتمد على نفسك وتفتح بيت وتبقى زي الفل تبقى من الناس الناجحه كمان انا بقول لك انا كده هتشوف ان شاء الله يا جماعه لو سمحت قلت لك حقق خلي كده يا اخي حتى ده احنا اول ما بنخلص الصلاه بنقول ايه اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام مش كده لا اللهم انت الايه السلام ان الله يدعو الى دار الايه السلام الجنه دار سلام سموها دار سلام فاش القرف اللي احنا عايشينه ده فانت بقدر الامكان حقق لي خلال الاسبوع ده عشان الجمعه الجايه لما نبدا في النظام بقى نحط النظام اتقن صلاتك لو ليك حد متخانق معاه حاول تحل المشكله معاه اتكلم بجد حاول ما يبقاش انت نايم جواك بتكره حد او بتغلس على حد ارضى عن نفسك اول حاجه صدقني طالما بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله انت زي الفل انا بقولها اهوت عامه حسب عقيدتنا وحسب ديننا انا بقول لك اهو طالما انت في هذا الامن وطالما محقق الركن الاكبر من الاسلام انت في سلام مع ربك مهما عملت بعد كده بقى ان شاء الله رب العالمين اكثروا من لا اله الا الله فانها تجدد الايمان صح السلام بيتحقق بالذكر والتسبيح عارف انا اهو انا اللي ادبوك انا عمري ضعف عمرك ومع ذلك لما تلاقي نفسي توترت او لاقي نفسي تربكت مش عارف اعمل ايه والمسؤوليات كتير بجد والله بعد استغفر ببقى عارف المشكله جايه منين بستغفر يمكن الطوخي قال لي حاجه كده لو كنت بقول له يا جماعه لما تقف قصادك حاجه كتير اقعد قول لا حول ولا قوه الا بالله قال لي مثلا انا قعدت اقول وما اتحلتش المشكله ايوه قول تاني عارف ربنا بيقول ايه اذا احب الله عبدا قال يا جبريل لا تجب دعواه فاني احب ان اسمع صوته يعني ساعات ربنا بيأخر عليك استجابه الدعاء ليه عشان بيحبك وانت بتدعي هو عايز يسمعك هو الذكر اللي انت بتقوله اهم من النحو اصلا ساعات ربنا بقول لك ياجل لكن لما يبقى عبد ما بيحبوش يقول ايه اعطوه ما يريد فاني لا احب ان اسمع صوته وبعدين لما بص يعني ثق تماما طالما الرسول قال لك حاجه ثق تماما ان هي صح واحد راح للرسول عليه السلام قال له اخي ابن اخي يشكو من بطنه قال اعطيه العسل اسمع الرسول قال له ايه قال له اديله عسل انا خد المبدا ها الحكايه خد من وراء المبدا فالراجل راح عند الراجل قريبه ده العسل فرجع للرسول قال يا رسول الله ساءت حاله قال اعطيه العسل فعاد الرجل واعطاه العسل فرجع الرجل الى رسول الله قال يا رسول الله ساءت حاله قال أعطيه العسل صدق الله وكذبت فهمت المبدأ مش شرط من أول مرة صدق الله ها وكذبت ربنا قال العسل فيه شفاء للناس صح ولا لا فهمت قصدي ايه فمش الرسول هيقول لك أعطيه العسل وربنا يقول له أعطيه العسل انت بتقول له حاله انا بقول لك قول لا حول ولا قوه الا بالله استغفر الله يا جماعه الاستغفار ده من اكتر الحاجات اللي تحسسك كده ما كان الله ليعذبهم هم يستغفرون مش كده لا فالسلام ده حققه لي في خلال الفتره اللي جايه واقسم لك بالله لو جيت المره الجايه امن راضي عن نفسك مناقش مشاكلك حللها حاسس انك انت انسان من جواك محترم وجدير بانك تنجح وفعلا مهما فشلت قبل كده ايه المشكله ما كل الناس بتفشل لو حققت لي ده الجمعه الجايه هديك جدول هديك عدد صفحات هديك عدد اسئله تحلها طول الاسبوع هشرف عليك بنفسي بالموبايل هتبعت لي رساله على الفيسبوك بتاعي هقول لك انت بتعمل ايه انت ماشي صح ولا غلط فانا مش هشرف عليك الا لما تحقق لي ده او هديك الجدول وانت تعين لي مشرف لازم مشرف خارجي يا جماعه الفتره اللي جايه دي لازم يكون في مشرف خارجي مسؤول عن مذاكرتك الله وحتى لو انت شاطر قوي يعني زي الفل لا خلي الخبره صح امره مشوره مش كده لا فلازم يبقى في عندك فوق واحد اكثر خبره اتفقنا يا شباب ايه كل هي هند كنت بتقولي ايه اتفقنا لسه احنا في اول السنه دي فاكر مصممين بقى ان احنا نجيب مجموعه انت هتقولي لي بعدين
وبعدين جينا دلوقتي نفسنا اتقفلت من كل حاجة. ما هو ليه بقى؟ عشان انا مثلا ما بعرفش اعمل نفسي مثلا كتير ومع ذلك مالكيش مزاج اصلا. ايه؟ نفسي مقفولة من كل حاجة يعني. صح. ما هو علشان عايشة ثانوية عامة وبس. اه. فاهمانة؟ انا لو انت عايش اي حاجة اي حاجة لو قعدت تصلي طول النهار لو قعدت شهرين تصلي هتتقفلي من الصلاة. يعني ورا بعض. لو رمضان عمل ربنا عمل لنا رمضان شهر واحد في السنة ليه؟ عشان ما نملش. صح ولا اه؟ يعني عشان صيام. صيام لذلك رمضان يجي تلاقينا حابينه ورايحين صح ولا اه؟ إذن أي بني آدم فينا في الحياة حاجة هتتكرر عليه كتير ورا بعضها طبيعي يقفل منها. ده يا شيخ لو صاحبتك طول النهار شايفاها تحسي بشويه يعني عايزك توحشيني شويه. صح يا هند؟ يبقى ده مبدا عام ولا ثانويه عامه ولا مذاكره؟ مبدا عام في البني ادم، دي طبيعه انسان انه بيمل. علاج الملل ليه 100 علاج بقى، بس مش علاج الملل اللي انا اسيب المذاكره. انا مسيبهاش يعني عارف الحماس قل. انا في اول سنه كنت عايز اخش طب، لا العيام دي تجاره ماشي مشاكل. كلنا بنبدا بالحماس ده، كلنا كده. ودي يمكن من عادة المصريين عموما ان هما بيتعاملوا مع الموضوع بحماس، مش بيتعاملوا مع الموضوع بخطة عقلية. انا لو اول السنة عارف ان انا عندي حصيلة المذكرة، بص يعني هفهمك حاجة كده عشان افهمك ايه اللي انا عايز اوصله لك. لو انا من اول يوم في السنة الدراسية من 1-8 لما بدأت دروس قمت ماسك المذكرة وادركت عندي 5 مذكرات، متوسط المذكرات كلها على بعضها يخش له مثلا قول المذكرة تخش في 200 صفحة، يعني 5 مذكرات يعني انا عندي 1000 صفحة. 1000 صفحة مذكرة. ال 1000 صفحة دولت عندي كام شهر متاح ليا، فهقسم ال 1000 صفحة على كام شهر، فانا لازم اخلص شغلي. يبقى انا كده بشتغل بطريقة ايه؟ علمية، مش بطريقة وجدانية، مش بطريقة الحماس. لان الحماس مطلوب، لكن عمر ما الحماس هيتم عمل. لا ما هو بقى ده دور الالتزام. بص يا داليا، هو ده دور الالتزام ورفع الكفاءة وتوقع المشاكل. انا متوقع ان انا مش همشي على طول منتظم، ما انا الجدول اللي احطه لك بيعالج النقط دي، بيعالج نقط انك لو قصرتي هترجع تلمي تاني، لان انا متوقع انك هتقصر. ما هو انت برضو ايه؟ ما هو برضو يا داليا انت الكلام اللي بتقوله دلوقتي مبني على عاطفه، اللي هو ايه؟ ان احنا مش هننفذ اللي التزمنا بيه. ايوه، ما انا عقليا برضو وانا بحط ال1000 صفحه وبقسمه مع الزمن عارفه ان انا طبيعه الانسان انه مش اله، انه هيتبرمج. انت لو جبت برنامج وبرمجتيه واديت له معلومات هيمشي عليها ان شاء الله 3 سنين، لكن ده مش الانسان. يبقى انا معالج المشاكل. اتفضل يا حسن، اتفضل يا حبيبي اتفضل. الانسان فينا لو متوقع المشكله، الرسول عليه السلام يقول لك ايه يا دليل؟ اسمع كده، نحن قوم نتهيأ للبلاء. اسمع الرسول عليه السلام يقول ايه؟ نحن قوم نتهيأ للبلاء حتى اذا وقع قطعنا. شفت الرسول بيعمل ايه؟ بتوقع المشاكل، بس بتتوقع من خلال مين بقى؟ خبير شايف السنه اللي انت اول سنه تشوفيها ديت، هو شايفها 20 مره، فعارف ايه المشاكل اللي هتقابلك، عارف ايه الاحباطات اللي هتقابلك، عارف ايه التحديات اللي هتقابلك، عارف ان مستواك الايمان يزيد وينقص، المذاكره مش هتزيد وتنقص. يبقى انا متوقعه، بس بعمل ايه؟ طول ما انا بعالج المشكله ده ليه انا بخير. في مشكله بتحصل بعالج، صح ولا لا؟ فاذا ده اللي انا عايز اقوله، ان احنا ما نشتغلش يا هندي مع الموضوع بحماس. ما نعتمدش على العاطفه اني بحب او بكره. لا، انا ورايا شغل لازم اعمل الشغل ده ايا كانت الظروف. بعد الشغل اعمل اللي انا عايزه. شوف الاجانب لما بيشتغلوا يا جماعه. انا الموقع ده علمني كتير قوي. لما الموقع ده طبعا يعني انا مش عندي 3-4 مهندسين عايدين عليه. ده انا اللي بدات اتكلم مع الاجانب. تعرف الجوجل فيه ميزه حلوه قوي انك بتاخد، انا ما اعرفش انجليزي قوي، باخد الفقره انا عايز اعملها وترجمها وابعت لهم. صح؟ الشغل مع الناس دي مش متخيله مدى الالتزام اللي عندهم، مع ان اللي ما بيني وما بينه ايميل. هو لا شايفني ولا انا شايفه ولا اعرفه. وعلى فكره لو خد فلوسي ومشي والله العظيم ما اعرف انه اي حاجه. ولو قفل الموقع ده الصبح اقسم بالله ما اقدر اقول له انت بتعمل ايه، راجل في امريكا وانا هنا في المنصوره اعمل له ايه؟ يبقى ايه العلاقه الوحيده اللي بتربطنا؟ هي علاقه احترام العمل. لو تشوفيهم هم بيقول لك يعني احنا دائما هنا، هم شعارهم كده وي اولويز هير، هو شعاره كده. انا فكرت بيهجسوا فعلا. ابعت له الايميل اقسم بالله 5 دقايق يكون رد عليا. الناس دي حاطط شعار وحققه، ناس ملتزمه جدا باللي بتعمله، لذلك كل يوم عمال يكسب ايه؟ احترامي انا، وبالتالي عمال يكسب كمان فلوس. الفلوس مهمه،
إذن أنا لو مدرك إن أنا لو التزمت هبدأ أحصل على نتائج رائعة هلتزم. هو إيه اللي بيخلي أب يروح أبو ظبي ولا الكويت ويقعد فيها في حتة مقرفة بعيد عن عياله وبعيد عن ولاده وبعيد عن صحابه وبعيد عن بلده وشايف المر من ناس ما بتفهمش أو بتفهم؟ إيه اللي مخليه يصبر؟ نتيجة في الآخر الشهر بيحصل على مبلغ كويس يبعت لأولاده يعيشهم مستوى كريم. فصابر. فالطالب برضو لازم يعيش كده، ان انا هصبر على القرف اللي انا شايفه من مدرسين ومن الماده ومن قرفها عشان في الاخر ابقى ليا كيان واحصل على نتيجه حلوه ممكن انا اسعد بيها. مفيش غير كده. لو عشنا دنيانا بقى ان انا زهقت من حاجه سبتها، لا، ياما تتعرض لضغوط يا دنيا يا هند، ياما نتعرض لضغوط. ايه تاني يا شباب؟ استاذ في مواد مثلا انا حاسس ان انا واقع فيها. حلو. باجي مثلا طول الاسبوع مش فاكر ذاكرتها قد ايه وبذاكرها اكتر من المواد اللي انا حاسس ان انا عارف فيها. اه بس كلمه انا حاسس برضو دي غلط. انا مش عايز انا حاسس، انا عارف انا واقع في ايه بالظبط. كلمه انا حاسس غلط، عدل الكلمه اللي انا عارف. طب انا عارف ازاي؟ طريقه علميه. اديك طريقه علميه. ماشي. امسك الطريقه العلميه. لا اصبر عليا، اسمع قبل ما تتكلم. انا الماده دي انا حاسس ان انا واقع فيها، اشيل كلمه حاسس، انا عايز اعرف انا واقع في ايه، اعرف يقينا. او ماسك فهرس الماده واقوم حاطط ثلاث علامات، فهرس الماده، فهرس من المذكره من كتاب اي كتاب خارجي، واقوم ماسك درس درس واقوم الدرس كده الدرس ده لا ده انا عارفه، الدرس ده نص نص، اقوم حاطط اللي انا عارفه احط صح، اللي نص نص احط صح على شرطه، اللي وقع خالص احط على خطا. يبقى انا كده حولت الموضوع لطريقه علميه، ان انا في حاجات مذاكرها، في حاجات ناسيها نص نص، وفي حاجات وقعه ضايعه. مش لو جالي دلوقتي امتحان اجيب صفر اقوم عامل ايه؟ اقوم باصص على الفارس واقوم مجمع كل اللي قدامه ايه؟ علامات خطا، كويس؟ وابدا بيهم. لا تعالى انا البيئه والانسان ده ما ذكرتوش خالص ولا سمعته او غشته في الحصه ووقع مني والاستاذ ما يعرفش ولا حد يعرف وانا اللي عارف بس. ما تقعد تذاكر. ما تمسك ورقه وقلم تقعد تذاكر. ما تحل عليه. بعد كده يا سلام على احساسك وانت بتشيل الاكس اللي كنت حاططها تحط صح. فاكر الكلام ده؟ مش تخيل ان انا بحط علامات قدامي يا جماعه. انت لما بتخش الفيسبوك وتلاقي الناس عملوا لايكات كتير على اللي انت عامل تفرح لايك، صح؟ في حين ان ممكن 100 واحد يكون شافه وحبه بس ما وصلكش، فما انت مش واخد بالك، صح ولا لا؟ اذا العلامات مهم. فكلمه انا حاسس تستبدل ونحط مكانها كلمه انا عارف. انا عارف بطريقه علميه، مسكت الفهرس حددت الدروس. لان ايه اللي بيحصل لكلمه انا حاسس؟ انا حاسس ان الادب واقع مني، اقوم فاتح العصر عباس الاول ومذاكر. كمان شهرين انا حاسس ان الادب واقع مني، اقوم فاتح العصر عباس الاول واقوم مذاكر. كمان شويه الادب واقع مني، اقوم فاتح العصر عباس الاول. بلاها يعني، عارف بلاها. كل مره بذاكر ايه؟ وارضي نفسي بكلمتين افتكرتهم، تمام انا زي الفل كده بلم الادب. لا كده بيتنسى بسرعه. يبقى التكرار اللي بيتنسى بسرعه ليه علاج؟ روح اسال الخبراء. يا جماعه انا بنسى اعمل ايه؟ هيقول لك 100 طريقه للتذكر. في مين؟ احنا في عصر دلوقتي المعلومه ببلاش، يعني معلومات كتير جدا ما شاء الله، بس روح للخبير. يعني انا بنسى كتير يا مستر، اعمل ايه؟ بتنسى ايه بالظبط؟ الادب. عايز تكرار. مصوص. تكرار مصوص. تكرار. بص اي تنساها ولا مش فاهمها؟ لا ان انساها. انك تنساها يبقى لازم كل 3 ايام تراجع النصوص. اقراها. حلو. لا ما انا هعمل، ما هو بطريقه علميه برضه. تسمع كلام الاستاذ بقى، انك تعمل ايه يا جماعه؟ اللي بينسى الادب كتير وخايف منه يعمل لنفسه كل يوم ربع ساعة يقرا الأدب. طالب يقول لك يقرا؟ لا يا أستاذ أنا لازم أقعد أسمع الأدب كله. أنت كده بتحط ما هو كده عشان يبقى مخلص، عشان يحس إنه عمل حاجة، فيعمل إيه؟ يا جماعة قال صلى الله عليه وسلم القليل الدائم خير من الكثير المتقطع. ده مبدأ على فكرة في حياتك. انت لو كل يوم عودت نفسك تقرا 5 ايات او 4 ايات هتلاقي نفسك خلصت القران في شهرين ثلاثه. لا بس عود نفسك. انت بتنسى الادب، اعمل ايه؟ حط كل 3 ايام اقرا الادب، كل يومين اقرا الادب، اقراه بس، هتلاقي دايما المعلومه صاحيه في عين في قدام عينيك. فالنسيان له علاج يا محمد. ايه كمان؟ قولي. عشان ما بتحليش اسئله، عشان ما بتدرس. دايما اسالي انا بقرا ده ليه، دايما اسالي الناس دي عايزه مني ايه، النص ده عايز ايه. يعني حول الموضوع دائما لحوار بينك وبين الورق مش لقراءه. يعني دايما الاجانب قولوا انا ليه بقرا ده. دايما اسالي نفسك او امسكي ورقه وقلم
وتخيلي انك هتحط امتحان لزمانك في الحته دي. فكرة دي من اكتر الحاجات اللي تحفز الطالب على فهم الصفحه. يعني انا لما فتحت مشروع بنك الاسئله مع بعض الاولاد مش متخيلين دول مدمنين بنك اسئله. يعني ايه بنك اسئله؟ يعني اقول له مثلا امسك المتنبي واعمل لي فيه 100 سؤال اختياري مثلا، يعني مش 100 ولا حاجه، يعني اقول له مثلا اعمل لي 10 سؤال اختياري و10 صح وغلط و10 اكمل. هو بيعملهم عشان يحط البنك الاسئله على الموقع. انت مش متخيله يا هند؟ بدا خلاص الطالب بيتقمص دور مين بقى دلوقتي؟ الاستاذ. فلازم يفهم او اتفقي مع بعض. على فكره من ضمن من اجمل طرق التعليم، التعليم التعاوني، ان انا هتفق مع اثنين ثلاثه زمايلي، بس بجد يكونوا زمايلي يكونوا جادين فعلا، يكون عندهم يعني مش كل الناس مستهتره، يعني ان انا اقعد افهمهم، ان انا هشرح لهم الدرس ده خلاص. زائد بقى يعني مثلا انا شايف علاقه مثلا احمد عبد الجليل، انت مين من اصحابك الطوقي ومين؟ الطوقي وعلي حسين مخلف. مش كده برضه؟ انا شايف ان الطوقي وعلي مسؤولين ان هم يخليك تذاكر. انا اصحابك، انا ما بهزرش، انا ما بهزرش. وخالد برضه يعني انا على فكره الكلام ده علي، على فكره شيء رائع. احنا كان عندنا يا جماعه اما كنا احنا في الكليه او في ثانوي، والله ما بهزر، كان انا كانت بدايتي في التدريس ايه؟ واحد صاحبي ما بيذاكرش قال لي اشرح لي الباب ده بتاع كيمياء، عمري لا انسى ابدا. انا جت كده قال لي اشرح لي الباب ده، وانا بطبعي بحب نفسي اعمل حاجه، يعني نفسي اعملهم. وبعدين في حد ذاته دي ثقه غاليه كويسه، يعني انت مش متخيل ده الموقف ده غير حياتي قد ايه. صاحبي ده جاب اتنين ثلاثه معايا علشان يفهموا الباب ده، وشرحت لهم الله اعلم صح ولا غلط، بس هو طلع مكيفين قوي في الزلف. الله اعلم كنت بعجن اقول ايه، بس اهو. على فكره ده الى الان والله العظيم يقابلني صاحبي ده يقول لي فاكر هذا عز لما كنت عز ما كانش احد الاسامه دي، فاكر هذا عز لما كنت في حلنا كيمياء. فاهم اقصد ايه؟ الحاجات دي بتفضل راسخه في الذاكره. بيشتم ولا بيشتمش؟ بيشتم ولا بيشتمش يا طوق؟ بس في حد ذاته يا جماعه ان احنا بنحل مشاكلنا لبعض دي جميله، دي على فكره التعليم التعاوني ليه اثر اجتماعي رائع. بس صاحبي خد بايدي ايه؟ مش شرط يعني انا بقول لك حلو. لا انا مش شرط مش الصحابه، انا ما بقولش لا حلو. كل واحد اصل كل فرد حاله متميزه. انا لا اؤمن ان كله زي بعضه، بس في حاجات مشتركه. يعني لما يبقى في انا بشوف اصحاب بجد ببقى مبسوط جدا ان هم ثلاثه اربعه مع بعض، ثلاثه اربعه شطار ماشيين مع بعض حلو قوي. وبرضه لما بشوف اثنين شطار ومعاهم واحد ما بيذاكرش قوي بلوم الاثنين الشطار. ليه؟ انت على فكره انت عشان تحافظ على شطارتك المفروض بالظبط تاخده معاك. بس احنا مثلا لما نيجي نحاول معاها مثلا انها تذاكر وكده ما بتبقاش ليها نفس انها تذاكر خالص، ما بتبقاش عايزه تذاكر. عاقبيها خصميها وساعات كمان احسمي امر اسالك سؤال حبيبي، انت من النوع الحازم ولا من النوع التوافقي؟ لا مش قوي كده. لا حازم يعني ايه؟ بس ثانيه بس، حازم يعني ايه بقى؟ يعني انا مصر على قراري. انت لو ما ذاكرتيش ستوب، مش هنكمل مع بعض صدق. انت مش هتعملي كده. اسمعني، لا اسمعني اسمعني للاخر. لازم عصا، احنا بنشتغل يا بالعصايه بالجزره. خلاص ماشي اوكي. طب انت مش هتذاكر؟ طب سيبني الثلاث شهور دول بقى، عشان انا هدفي غير هدفك دلوقتي. ما انت هتجيبني تحت. يعني انا مش هعليك، لا بس مش هنبقى مع بعض. خلاص انا يبقى يكفي السلام عليكم وعليكم السلام، لكن انا مش فاضي دلوقتي. على فكره حتى لو فاضي بينوا انك مش فاضيله. طبعا لازم يا جماعه، لازم العصايه والجزره، ما ينفعش. يعني ايه؟ يعني العقاب والثواب. فاصحابنا مسؤولين مننا. لو انا اتعودت على الشخصيه مش قياديه كمان، انا مش قياديه، انا بقول له يا جماعه ما ينفعش. وبعدين يتريق بقى وعامل لي فيها استاذ وعامل لي اسمك من ده هكس. انت لو هو لو شاف منك خير كويس وحلت له مشكله بالفعل وشرحت له درس هو مش فاهمه حتى يدعي لك طول عمره، او هيحمل ليك الاحترام يا اخي. ما رضيتش؟ مش ما رضيتش؟ خلاص طالما ما رضيتش خلاص يبقى بعيد عني، لان انا بذاكر انا مش فاضيه. بس انا برضه يعني انا خايفه عليها، مفيش خالص نظام المذاكره ده عندنا، مفيش. يبقى ما تسيبيهاش، التمسي كذا باب، التمسي كذا طريقه، ولو بالطريقه غير المباشره. ما ينفعش اقول لها تعالي ذاكري ما انا عارفه هتقولي لا. ما ينفعش. على فكره انتوا بتفتكروا طرق كتير. يعني انا ممكن طالب مش عايز يذاكر، ما انا بجيب له بنك الاسئله دي، مش كانت وسيله من الوسائل المبتكره ان انا اذاكر؟ فاهم اقصد ايه؟ ممكن مثلا انت تجيبي لوحه مثلا وعايزه ترسميها مثلا وتحطي في احياء ولا كيمياء ولا تاريخ ولا ايه مثلا؟ تاريخ. ممكن انت مثلا عايزه تعالي مش هتقولي لها ذاكري.
انت تقول انا بعمل كذا وبعمل لوحه كده بجمع السنوات وبختص بلخص التاريخ. تيجي تلخصيه معايا؟ طب خد انت الباب ده لخصيه وانا لخصه وانت تحكوا لي وانا احكوا. شاركيها. لو فضلت على استهتاريتها وفوضويتها اعزليها بقى. هتأثر عليك. اعزليها ايه؟ مش طول عمرك، مش طول عمرك، ما بقولش عزلها طول عمرك، بقول ايه بس؟ الفترة دي بس. يا جماعة ناخد بإيدين بعض. والتعاون التعليم التعاون، انت لما تشيل زميلك هتقول ايه؟ هتأمرون الناس بالبر. انت نفسك يعني هتدبس نفسك في الخير، فاهم؟ لما انت عمال توعظ الناس تذاكر وانت مش هتذاكر، انت نفسك هتحس انك مدبس نفسك في الخير. وبعدين يا جماعه اقسم لكم بالله، اقسم لكم بالله العلي العظيم، انتوا ساعات بتقولوا افكار في منتهى الجمال ما تخطر على بال مدرس بقاله 100 سنه في التعليم. عشان انت شايف مشكلتك صغيره قدامك. احنا اتعودنا فدخلنا احيانا. انا من الناس اللي بقعد يمكن اقعد اقرا كتير قوي عشان عارف ان افكاري ما تعفنش، يعني لازم اقرا كتير. وبعدين دلوقتي انت لو دخلت دلوقتي وكتبت مثلا على جوجل مثلا، انت قاعد زهقان، ما انت ممكن تخش على جوجل تشوف علاج الزهق ايه، مش كده ولا لا؟ انت عارف ان انا بعمل ايه دلوقتي؟ والله ما بهرب. اكتب مثلا مشاكل الطلاب بالعربي وام ترجمها بالصيني. تعرف جوجل بيعمل كده اصلا؟ انا عايز اعرف الصين بيعالجوا مشكله الطلاب ازاي، بس مش عارف، مش حد بيتكلم صيني يعني. واقوم واخدها بالصيني واقوم حاططها في جوجل عامل سيرش. يبقى انا ببحث ايه دلوقتي عن مشاكل الطلاب عند مين؟ عند الصين. انت بتخيل فين رحت فين؟ ما عندهمش مشاكل. لا عندهم، وعندهم مشاكل كتيره جدا، وعندهم مشاكل طبعا. بس بقى بتدرك ايه بقى؟ وتجيب انت بقى، انت بتفتح الموقع الصيني غامق ومش شايف اي حاجه قدامك اصلا. بس الجوجل الرائع، الجوجل ده مليان حاجه بجد. انا مش عارف الناس دي ما خدتش نوبل ازاي. الجوجل ده انت لو دخلت قلت له ترجم الصفحه، ترجم الصفحه بالصيني، هترجم لك الصفحه العربي. اي نعم، مش هتبقى ترجمه، ترجمه مش حلوه قوي، بس عارف في الاخر خدت حاجه، فهمت حاجه، فهمت طرق جديده للتعليم، طرق جديده للمذاكره، طرق جديده للكلام مع الاولاد، طرق جديده للافكار. مش معنى احنا التعليم زفت واحنا عايشين في بلد زي الزفت ومفيش تقدم واستنى من الحكومه. يا جماعه محدش، بص ما تستناش، ما تبقاش دايما عايش دور الضحيه اللي مستني حد ينقذك. بلاش الدور ده، بتعيشوا مع المدرسين. ها هتعمل ايه؟ يلا احنا وراك اهو. ايوه ماشي، ما المدرس دي جزء، لكن انت ليه جزء اداره في نفسك. فانا فكره الصيني والياباني ديت في الجوجل، حتى النت قاعد عليه يا اخي، حتى ملل الفيسبوك والايبادي والكلام ده ملل بقى، ما غير. فدي نقطه يا جماعه. يعني انا بقول يعني، ويا ريت اللي يوصل لطريقه يا جماعه، يا ريت يا ريت اللي يحل مشكله يعرف الناس وحلها ازاي. واحد ما بيذاكرش، واحد ما كانش بيحب النحو تقدم فيه، احكي اكتب انت عملت ايه. الناس كلها بتعمل كده اصلا. قول لي كريم. في كتابين اسمه، واحد اسمه لا تحزن لعابد القرني، عارف، واحد اسمه استمتع بحياتك لمحمد العيد. طبعا ما شاء الله عليه. واحلم معايا بقى والاغاني بتاعت حمزه نمر كلها. وفي بقى احلى واحلى بقى كريم، جدد حياتك للامام الغزالي، عارف فظيع. القراءه دي يا جماعه رائعه. نعم اتفضل. طب انا مثلا لو قعدت اذاكر، ذاكرت ساعه ونص ذاكرتهم كويس، ما اللي هو خلاص زهقت من المذاكره وصدق اي حاجه تيجي اقعد افكر فيها قبل الكتابه واقوم قافل. طبيعي، ما انت لو ذاكرت ساعه ونص انت محتاج ربع ساعه او ثلث ساعه تريح. هو لو ربع ساعه دي تاخد لها ساعتين لا حاجه وبين. ما هو ده الحزم بقى اللي احنا هنتدرب عليه بعدين. في حاجه اسمها الحزم بقى. بص يا محمد في انتوا فعلا يعني مشكله. انا كنت والله العظيم كنت لسه عمال اقرا فيها امبارح، اللي هي مشكله الاصرار. ازاي الطالب، انا لسه ما كملتش قرايه فيه بس عمال اقرا فيه، ازاي ان انا اخليك تصر على شيء؟ ازاي انا اعالج القلق بالاصرار؟ ازاي ان انا بقى شخصيه حازمه مع نفسي في حاجات حرجه وفي حاجات ثانيه عادي؟ بس في، بص يا محمد، انا يعني والله عمري ما انسى ابدا لما كنت مهموم قوي. كان واحد كبير كده كنت قاعد في قطر يمين، وراجل عجوز كده عم بناخد بالكلام وبعض. فالراجل بيتكلم في قلب الكلام ده من 20 سنه. الراجل قال لي يا ابني انت مشاكلكم يا ابني، انتوا عايشين مشاكل. المشاكل نوعين. بص بيقول لي هو، يعني خلاصه الكلام يعني عشان ما اطولش، يعني بيقول لي يا ابني المشاكل نوعين، في هموم حلوه في هموم وحشه. في هم انك عايز تخش كليه او تتجوز او تخلف او تنجح او تجيب 97% زي ما الناس عايزه، ده هم حلو، ده هم حلو. لكن في هم اني بشرب مخدرات، ده هم قذر. في هم اني بسرق، ده هم قذر. في هم اني كذاب، ده هم قذر. فهمت اقصد ايه؟
اذا في هموم حلوه هموم حلوه سمعت عن هموم حلوه دي مشاكل حلوه في مشاكل قذره طالما انت مش عايش المشاكل الكبيره القذره لا تقدر فعلا هو الحسم في الاثنين هيريحك يعني انت تبقى حازم انك تقعد مع نفسك لا انا المشكله دي لازم احلها والا هتفضل طول عمرك شخصيه سوري ميعه بس هو هم صغير بس هو بالنسبه لي ان هو شايفه هم كبير مؤثر على كل مذاكره وكل حاجه وانا قلت لك حل مشكلته حل مشكلته بالدين حل مشكلته بالواقعيه اي او زي ما قال لك محمد اهو ما عرفش حل مشكلته حط خط تفصل هو لو ده مرتب على ده او ده لا لا مشاكلنا الشخصيه محمد فؤاد انت ما تعرفش اي انا بدخل هنا ما تعرفش انا عندي مشاكل بره ايه ومع ذلك لازم اخش وده ده ده مستقبل ده 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 شكلي ونجاح انا عملته ولازم احافظ عليه لا كياني لا كياني لا بص دي كلمه كياني دي مهمه قوي اه عندي مشاكل عندي مشاكل شخصيه مشاكل مع بنت بحبها مشاكل مع ربنا مع دي خلاص دخلت القاعه لو هي تعود على فكره اقول لك يا محمد انت فاكر اتعلمت العجل زمان ازاي فاكرها بجد والله ياما دغدغت نفسك صح ودلوقتي سوق العجل وزي الفل صح ولا على فكره فكره تعليم العجل دي خطيره جدا فكره تبني عليها حياتك كلها اصلا ان اي حاجه لازم اقع ادغدغ واخش في عمود واتعور وبعد كده في الاخر اللي بيحصل سوق العجل هي دي برضه المشاكل اللي قدامك انا ما بتعودتش على الحزم مع نفسي انا بخلط ما بين مشاكل الشخصيه وما بين شغلي واحده في واحده واحده في واحده عشان الا كياني الا كياني كياني ان انا ابقى بني ادم محترم الناس تحترمني الا دي مش هيحترموك بفلوسك يا محمد هيحترموك بانجازاتك مفيش حد بيحترم لحد بفلوسه يا محمد اه ممكن الناس تعجب بيه شكله لكن ما بيحترموش في فرق ان انا معجب وان انا محترم فانت يا محمد يا تحل مشاكلك يا تبقى قادر على الفصل اعيش مش الاجانب يا محمد لما لما بيلعبوا بيلعبوا ولما بيشتغلوا اشتغل بيقدر يفصل مع ان كل اللي بيعمله غلط في لعبه بيشرب خمره وبيعمل بس هو خلاص عند الشغل ما ينفعش يشرب خمره يشرب خمره فهمت يا محمد اقصد ايه يعني اصرار يعني هو كل الموضوع اصرار طبعا وازاي تتعلم الاصرار بقى لازم تنمي نفسك بقى ازاي تصر على حاجه لازم تنمي القدره دي جواك وتقرا فيها بتسمع مش اسامه بس اللي بيتكلم الدنيا مفتوحه قدامك اقرا وعلى فكره انا ممكن اقرا وانت تقرا نفس الموضوع بس انت فهمت اكتر مما انا فهمت او شفته برؤيه تانية الشرط ان يفهم نفس الحاجه فهمت يا اخي ممكن انت استفدت اه ممكن الا كياني احمد الدنيا مش متعه وبس الدنيا زي ما متعه الدنيا مسؤوليه المتعه بلا مسؤوليه خراب لازم المسؤوليه اه متعه ومسؤوليه تمام الاسلام بيعلمنا كده اي حد عنده اسئله تانية؟ انا نفسي ازاي بقى اذاكر تقنع نفسك ازاي بحكم حاجه من الاثنين اولا تعين مشرف خارجي عليك يضغط عليك في الاول ثانيا اصحابك دول مسؤولين ان هم يخلوك ينقلوك من الحاله دي لحاله المذاكره مش انت بكلمه ما بهزرش يعني هم الاثنين فعلا لو انت بحب مش يعني هعمل عليك ريس ده بحب يعني بص انت واثق على فكره احمد انت من الناس اللي عندك حجم من الثقه اللي تسمح مثلا ان صاحبك لو شتمك هتقول له صح انت معاك حق انا غلطان ايوه انا عارف ده من اخواتي انا عارف دي في عيال عارف يعني عندها معقده يعني لكن انت الموضوع ده سلس جدا فيه فانا عشان كده التمست ده معاك خلي اصحابك خلوك تذاكر يا محمد بكلم بجد بس اتفضلوا يا شباب